جارد صممناها، بعد كده صممنا الكروس جيردر لانها تاني مرحله بيتنقل لها الحمل. بعد كده قلنا ان ميكانيزم نقل الحمل اصلا ما بين السترينجر والكروس جيردر بيتم عن طريق كونكشن، فصممنا الكونكشن اللي بتوين سترينجر اند كروس جيردر. بعد كده كنا احنا حاطين سترينجر بريسنج، المفروض ان احنا كنا هناخدها السكشن اللي فات، بس انا عشان ما بحبش اجمع السكشنين مع بعض فانا هديها بعد السكشن ده يعني ان شاء الله. هنبدا بس النهارده هنوصل بقى للمين جيردر. احنا صممنا سترينجر، صممنا كروس جيردر. كروس جيردر بتدي حملها للمين جيردر، المفروض انها اخر حاجه بقى، اخر محطه، المحطه الرئيسيه لنقل الحمل، اللي منها تدي البيرنج، وبعد كده بقى تدي سواء اساسات سواء التربه ايا كان بقى نوع نقل الحمل بعد كده يعني بعد البيرنج. فالنهارده بس احنا مش هنصمم مين جيردر، احنا هناخد بس الاحمال اللي عليها والستريننج اكشن الناتجه من التحميله. المهم الناس معايا بس صوتي واضح؟ ايوه يا باشمهندس، تمام يا باشمهندس. طيب هنا يعني الكوبري بتاعي بيتكون من 2 مين جيردر، المفروض ان بيدي لها رياكشن من الكروس جيردر. بعد كده السترينجر بتبقى مرتكزه على الكروس جيردر، يبقى لو مشيت بنقل الحمل سترينجر بعدين كروس جيردر بعدين مين جيردر. عشان اصمم اي حاجه يعني سواء بتكلم على سترينجر ولا كروس جيردر ولا اي حاجه، اي عنصر انشائي في الكوبري بتاعي، ايه خطوات تصميمي؟ ان انا لازم ابقى عارف السباين والاستاتيكال سيستم، بعد كده بعرف التحميله اللي جايه على الكاميرا بتاعتي، في الاخر هي كاميرا، اي حاجه من دول هي كاميرا، التحميله اللي جايه عليها من الديد لود واللايف لود والامباكت، واطلع الاستريننج اكشن. بعد ما اطلع الاستريننج اكشن اروح بقى اصمم نتيجه المومنت ونتيجه الشير ونتيجه بقى الامباكت والفتيج، كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده هنتكلم فيه تاني في المين جيردر، بس مع اختلاف شوية لان المين جيردر زي ما اتفقنا انها بيلت اب سيكشن. طيب اول حاجة بالنسبة للزبان والاستاتيكال سيستم بتاعي، المين جيردر بتاعتي هي دايما سيمبل بيم. لو نراجع مع بعض لما كنت بتكلم على السترينجر كنت بقول والله يا اما صممها سيمبل يا اما صممها كونتينوس، بس في الحالتين لما كنت بروح احط الاحمال واطلع ستريننج اكشن كنت بحطها سيمبل برضه، ما كانتش بتفرق معايا. طيب بالنسبة للكروس جيردر هي دايما سيمبل، اصل الكروس جيردر مرتكزة على تو سبورت، السبورت بتاعتها هي المين جيردر، يبقى كاميرا على 2 سبورت يبقى نوعها ايه؟ على طول هتبقى سيمبل. طيب بالنسبة للمين جيردر بتاعتنا قلنا برضو ان المين جيردر بتاعتنا عبارة عن كاميرا مرتكزة على 2 سبورت اللي هي البيرنج، اللي هي الريال هنج والريال رولر، يعني لو في وقت هناخدهم بعد كده في نهاية الترم. يبقى انا دلوقتي عندي المين جيردر بتاعتي برضو سيمبل بيم، ده ما يمنعش ان في نوع كباري تاني بيبقى المين جيردر كونتينوس، في كباري كده لما بتبقى السبان بتاعي كبير قوي ما اقدرش ان انا اعمله سيمبل. ساعات بتبقى كونتينوس، بس احنا بنتعامل في الترم بتاعنا اصلا في المنهج بتاعنا يعني بنتعامل ان المين جيردر سيمبل بيم. طيب السبان بتاعها، السبان بتاعها هو نفسه اسبان الكوبري، يبقى لما يقول لي سبان اوف بريدج او يقول لي سبان اوف مين جيردر هما نفس القيمه، هي نفسها السبان بتاع المين جيردر بتاعتي. بعد ما عرفت السبان والاستاتيكال سيستم بروح احط الاحمال بتاعتي الديد واللايف، بطلع منها ستريننج اكشن. بعد كده بقى ادخل في خطوه التصميم، الخطوات دي هي بتاعت اي حاجه اصلا خدناها لحد دلوقتي، هي تصميم اي حاجه من اول الترم. المثال بتاعي بيقول لي دبل تراك، اوبن تيمبر، ديك بريدج. دبل تراك وديك بريدج دي هتفرق معايا دلوقتي في حساب الاحمال. المين جيردر بتاعي بليد جيردر، انا اصلا ما عنديش غيره، قلت ان المين جيردر بتاعتي بتبقى اي سيكشن بيكون بيلت اب سيكشن عباره عن بليتات ملحومه ببعضها. السبان بتاعي 27 متر، هو هنا قال لي السبان بتاع المين جيردر، ممكن يقول لي السبان اوف بريدج الاثنين واحد. السبان ده ديفايدد انتو 9 ايكوال بانل، المفروض ان الجمله دي بستفيد منها ايه؟ بستفيد منها عدد البانلز، فبالتالي بعرف عدد الكروس جيردر، فبالتالي بعرف السبيسنج بتوين كروس جيردر، وكنت باخدها السبيسنج دي هي نفسها السبان بتاع السترينجر. طيب الويتس بتاع المين جيردر في اللانج 50 سنتي، هي القيمه دي احنا هنستفيد منها بعدين يعني هي مش فارقه معايا النهارده، بس المهم ان المين جيردر بتاعتي عباره عن اي سيكشن، هو بس مدي لك قيمه الويتس دي 50 سنتي. بعد كده بيقول لك كالكوليت بقى لود اند سترينج اكشن اكتنج اون مين جيردر، ده اللي احنا هناخده النهارده مش هنصمم. فبالنسبه هطلع الداتا بتاعتي قبل ما تحل اي مساله، عود نفسك انك تطلع داتا ما تدخلش كده بغشوميه وخلاص.
هو قال لي ان هو ديك بريدج دبل تراك سبان 27 متر 9 بانلز. ده كده اختصار كل السؤال. ف9 بانلز دي عرفت منها ايه؟ عرفت ان السبيسنج بتوين كروس جيردر 27 على 9 3 متر. اول حاجه الاسبان والاستاتيكال سيستم خلاص سيمبل بيم، الاسبان بتاعه هو نفسه الاسبان بتاع البريدج اللي هو 27 متر. بعد كده اروح احط الاحمال بتاعتي الديد لود مبدئيا كده عشان محدش يوقفني. انا هنا مش هروح احط، مش هروح اجيب رياكشن من اللي انا حليته في الكروس جيردر قبل كده واروح احطه على المين جيردر واطلع سترينج اكشن، مش هعمل كده. مع العلم ان دي الطريقه الصح، بس احنا بنحل الطريقه ايكويفالنت، طريقه تقريبيه شويه. ما بجيبش رياكشنات، لا ده انا بتعامل كاني اصلا ما عنديش في الكوبري بتاعي غير المين جيردر دي، واروح اجيب لها احمال من الاول خالص. بمعنى ان انا دلوقتي عندي الديد لود، المفروض ان انا قبل بس ما ندخل في حاله الديد لود، المفروض ان انا احط تحميله الديد لود واطلع ام ديد وشير ديد زي ما انا متعود. بعد كده احط تحميله اللايف لود واطلع ام لايف وشير لايف. بعد كده اروح احط دايناميك افكت، لاني خلاص متفقين ان اللايف لود بتاعي موفينج لود مش ستاتيك. بدل موفينج يبقى انا عندي احمال صدمه، احمال ديناميكيه، انا مش متعود على حته احمال الموفينج لود دي، فلازم ليها تاثير، تاثيرها بيظهر في الدايناميك افكت. والله سواء ان انا اصلا حصل اي خبطات اثناء الحركه، سواء ان انا كان عندي الكوبري بتاعي مش ستريت، في شويه ديفورميشنز، مش بيرفكت، ما فيش اصلا عنصر انشائي عمرك هتشوفه بيرفكت، دايما بيبقى فيه شويه ديفورميشنز انت ما بتشوفهاش بالعين على فكره، ما بتبقاش باينه بس بتبقى موجوده. فكل ده هيعمل لي احمال صدمه. فبدات ان انا اخد تاثير الدايناميك افكت. الدايناميك افكت ده بيظهر تاثيره مع اللايف ولا مع الديد؟ بيظهر تاثيره مع اللايف لانه اصلا محطوط عشان احمال الموفينج لود، لكن الديد ثابت، انا مش قلقان منه، انا قلقان من اللايف لود. بيظهر عندي ام لايف لود زائد امباكت وشير لايف لود زائد امباكت. بعد كده عايز اوصل في الاخر للديزاين ستريننج اكشن اللي هي التجميعه بقى، الام ديد زائد لايف زائد امباكت والشير ديد زائد لايف زائد امباكت. دي كده اللي احنا هنقف عنده النهارده. بعد كده بقى خطوه التصميم يعني. طيب بالنسبه للديد لود زي ما قلت من شويه ان انا مش هعتمد ان انا اجيب رياكشن من الكروس جيردر واحطه على المين جيردر واحل، مش هعمل كده. طب امال هعمل ايه بقى؟ قال لك الديد لود اللي شايله المين جيردر هتبقى شايله ايه؟ متوقعين تبقى شايله ايه؟ لو انا عندي الكوبري كده ولنفرض سنجل تراك، اتنين مين جيردر ديك ما بينهم الكروس جيردر والسترينجر بتاعتي وفيها التراك وشويه بالريسنج بقى هنا وكده يعني. طيب ايه بقى اللي هيبقى متشال على المين جيردر بتاعتي؟ انا هتعامل ان المين جيردر شايله نص الكوبري. طيب بما انها شايله نص الكوبري يعني متحمل عليها ايه؟ انك متحمل عليها حاجتين، اي حاجه حديد، اي حاجه ستيل اليمنت هتبقى شايلها المين جيردر بلس التراك، سواء بقى نص التراك ولا كله هنشوفها. يبقى تاني بديد لود اللي جاي على المين جيردر بتاعتي اي حاجه ستيل اليمنت هتبقى شايلها المين جيردر زائد التراك بتاعي. يبقى انا دلوقتي اخر محطه نقل الحمل زي ما كنت بقول لكم خالص في اول سيكشن هي المين جيردر. فلما وصلت عند المين جيردر رحت بقى جايب كل حاجه في الكوبري حاططها على المين جيردر، ولا رياكشن ولا حاجه بقى، دي بقى طريقه ايكويفالنت. رحت هجيب كل حاجه في الديد لود هحطها على المين جيردر لانها اخر محطه اصلا شايله لي الحمل. طيب بالنسبه للاون ويت، الاون ويت بتاعي ما اقصدش بيه الاون ويت بتاع المين جيردر، لا انا اقصد بيه اون ويت مين جيردر بلس اي وزن ستيل، يعني ستيل كروس جيردر، ستيل سترينجر، ستيل بريسنج، ستيل سترينجر بريسنج، اي حاجه ستيل في الكوبري، ده اللي اقصد بيه الاون ويت اوف ستيل اليمنت، ما اقصدش بيه المين جيردر لوحدها، لا ده انا اقصد بيه كل حاجه في الكوبري. فقال لك لو انت كنت ديك بريدج بندي لك كده قانون تقريبي يعني لحساب الدبليو ستيل بيساوي 9/10 زائد 5% ال. ومع العلم ان الدبليو ستيل اللي انت بتحسبها دي بتحسبها للكوبري كله، يعني ما بتحسبهاش لمين جيردر واحده، لا ده كده حمل دبليو ستيل، ستيل اليمنت للكوبري كله، توتال ستيل اليمنت. طب لو انت كنت بوني بريدج هتلاقي بس نسبه زياده، دايما كنا بنقول قبل كده ان دايما البوني بيبقى احماله اتقل من الديك، لان حتى الاسبان بتاع الكروس جيردر اكبر، البوني تقيل شويه عن الديك بريدج، هتلاقيني زودت شويه نسبه الدبليو ستيل 1.1 زائد 5% ال. طيب لحد كده انت كانك بتحسب احمال كوبري كله، يعني كانك بتحسب ده كله بس في حاله السنجل تراك. طب لو انت كنت دابل تراك بقى، قالك بتروح تضرب في نسبه 1.85%. يبقى تاني الدبليو ستيل اللي انا بحسبها دي انا بحسبها يا شباب للكوبري كله، ما بحسبهاش لمين جردر واحده،
القوانين دي كده بتحسب لي في حالة السنجل تراك بس للكوبري كله، ولو ضربت في واحد و85 من 100 تحسب لي في حالة الدبل تراك بس للكوبري كله برضو. طيب انا ليه هنا بديهي؟ كان ممكن حد يقول لي ليه ما ضربتش في اتنين، ما هو من السنجل للدبل فبضاعف فاضرب في اتنين. ليه بقى؟ لان مش كل حاجة في الكوبري بتتضاعف، بمعنى لو انت جبت ده كده كوبري السنجل ده كوبري الدبل، المين جردر هنا كانت واحدة هنا كانت اتنين في الكوبري، يعني هنا عددهم ايه؟ اتنين برضو. طيب بالنسبة للسترينجر هنا كان عددهم اتنين، طب هنا اربعة، لا بس السترينجر اتضاعفت فعلا. طب بالنسبة للكروس جردر، هل هنا الكروس جردر اتضاعفت؟ ممكن حد يقول لي مثلا يا باشمهندسة يمكن الاسبان اتضاعف، هي تعتبر اتضاعفت. لا الاسبان ما اتضاعفش برضو، الاسبان لو رجعنا كده الاسبانات بتاعت الديك والبوني ما بتضعفش، بتاعت السنجل والتراك اقصد، ما بتضعفش ولا حاجه، ما بتضربش في اتنين. ده انا كنت بزود 3.5 متر، ده مش معناه ان انا بضاعف، يبقى الكروس جيردر ما اتضعفتش. طب بالنسبه للبريسنج بتاعتي الفيرتيكال بريسنج، هل اتضعفت؟ لا ده الاطوال بس زادت، بس ما زادتش بنسبه تخليها ان انا اقول عليها انها تتضرب في اتنين، فعشان كده ما بضربش هنا في اتنين. مش كل حاجه في الكوبري الستيل اليمنت بتاعه اتضعفت او اتدبلرت يعني، فعشان كده بنقول ان احنا هنضرب في 1.85 في حاله الدبل تراك. وتاني الدبليو ستيل اللي انا بحسبه ده للكوبري كله. طيب بالنسبه بقى للتراك بتاعي، فالتراك احنا متعودين ان هو 600 كيلو جرام على المتر الطولي، اللي هو 6 من 10 طن على المتر الطولي. طيب لو انا دلوقتي عايز احسب في حاله السنجل تراك، عايز احسب الدبليو ديد لود بتاعي، قال لك الدبليو ديد لود لو انت سنجل تراك هتروح تجيب الدبليو ستيل بتاعك ده، سواء انت كنت ديك ولا بني يعني، تقسمه على الاثنين. ليه بقى؟ لان انا قلت ان الدبليو ستيل اللي انا بحسبه ده بتاع الكوبري كله، والكوبري كله متحمل على اتنين مين جيردر، يبقى الواحده فيهم هتشيل كام؟ هتشيل دبليو ستيل على الاثنين، سواء انت كنت سنجل ولا دبل، هتاخد القيمه في الاخر اللي هتطلعها اسمها دبليو ستيل، سواء سنجل ولا دبل، تقسمها على الاثنين تدي لك القيمه اللي شايلها المين جيردر الواحده. زائد بالنسبه للتراك بقى، لو انت كنت سنجل تراك فانت عندك كام تراك اصلا؟ عندكش غير واحد بس، المين جردر تشيل منه قد ايه؟ تشيل نصه، عشان كده قلت 6 من 10 على الاثنين. طب لو انت كنت دبل تراك هيبقى عندك دبليو ستيل برضو على الاثنين، بس فكره ان الدبليو ستيل هنا انت هتبقى اصلا في القانون ضربه في 1.85، فده اللي جاب لك الدبل، لكن انت كل في الاخر خالص الدبليو ستيل اللي هتطلعها بتاعت الكوبري كله. طب الكوبري كله متحمل على اتنين مين جردر، يبقى الواحده هتشيل دبليو ستيل على الاثنين. زائد طب عندك كام تراك بقى لو انت كنت دبل؟ لا ده انا عندي تراكين، واحد هنا واحد هنا. طب يبقى المين جردر الواحده نصيبها كام من التراكات؟ نصيبها تراك كامل، فعشان كده زودت 6 من 10. القوانين دي حفظ. نرجع بقى للمثال بتاعنا، هو كان بيقول لي ديك دبل تراك الاسبان 27 متر، فلما تروح تحسب بالنسبه ان هو ديك بريدج، يعني تحسب على مرحلتين كده، تدخل بس في حته ان هو ديك بريدج، تحسب الدبليو ستيل، الدبليو ستيل بتاعك بيساوي ايه؟ القانون بيساوي 9 من 10 زائد 5 من 100 ال. لحد هنا انت كده سنجل، بس هو قال لي ان انا دبل، يبقى تروح تضرب في 1.85 من 100، يبقى الرقم ده ايه يا شباب؟ ال 4.17 من 100 طن على المتر الطولي. ده كاني حولت الكوبري كله على بعضه لحمل موزع متر طولي، كوبري كله على بعضه، اي ستيل اليمنت جواه حولته للحمل ده. طيب بعد كده تروح بقى تعوض في قيمه الدبليو ديد لود، بتساوي دبليو ستيل بتاع الكوبري كله على الاثنين، زائد عندك تراك كامل ولا نص تراك؟ لا ده انا دبل تراك، دبل تراك يعني عندي تراكين، يبقى كل مين جردر نصيبها تراك كامل، فعشان كده زودت 6 من 10 كلها، طلع لي الرقم ده. يبقى انا دلوقتي عندي المين جردر اسبان 27 متر، هيبقى عليها حمل موزع على المتر الطولي ناتج من اي وزن حديد في الكوبري عندي زائد وزن التراك بتاعي. يديني بقى ايه الدبليو ديد لود ده؟ يديني ام ديد لود بتساوي دبليو ديد لود في ال تربيع على 8، يديني الرقم ده. والكيو ديد لود شير بيساوي دبليو ال على 2، عادي يعني حمل سمبل بيم عليه حمل موزع متر طولي، والله اللي دبليو ال تربيع على 8 يديني مومنت، ودبليو ال على 2 يديني شير، وال ال اللي بتعامل معاها طبعا هي اسبان المين جيردر. حد عنده مشكله يا شباب في الديد لود؟ لا تمام، مش لا ننجز، ماشي لا تمام. ماشي.
بالنسبه بقى لللايف لود بنفس السيستم، انا بحل بطريقه ايكويفالنت، مش هروح اجيب الكروس جردر لما كنت محمل عليها تحميله كده وطلعت رياكشنات وطلعت ستريننج اكشن وحلتها، مش هروح اجيب رياكشن انقله على المين جردر، مش هعمل كده. انا بحل بطريقه ايكويفالنت، بمعنى والله بروح اجيب حمل قطر واحطه على طول على المين جردر كاني بحل سترينجر يعني من الاخر. طيب هنشوف بقى نحل ازاي. يبقى انا دلوقتي اروح اجيب اكسل لود بالشكل ده، متعود ان هو عباره عن ايه، 4 احمال مركزه، قيمه كل حمل 12.5 طن، بينهم مسافات 1.6 متر يمينها وشمالها، سيب مسافه 8 من 10 متر واحط حمل موزع 4 طن على المتر الطول. عشان احل ماكسيمم مومنت والله هتروح تجيب الكاميرا بتاعتك وتحط عليها الاحمال بتاعتك دي، وليها تو كيسز كده هنتكلم عليهم، يا اما ان انت تسنتر الاحمال يمين وشمال الكاميرا، يا اما ان انت تروح تجيب واحد من الاثنين اللي في النص دول تحطه هنا وتوزع الباقي حواليه، هنتكلم عليها دلوقتي. طيب بالنسبه للماكسيموم شير هتروح تجيب برضو المين جيردر بتاعتك وتروح ترص عليها الاحمال دي بحيث ان اول حمل مركز يتحط عند الركيزه والباقي حواليه، واحنا متعودين على حاله الشير دي اصلا، دايما حاله الشير اجيب الاحمال المركزه اول واحد احطه على الركيزه وارص الباقي وراه، يديني ماكسيموم شير عند الركيزه دي. ومتعودين ان الماكسيموم شير اللي بطلعه ده بيكون رياكشن، لانه لو شير نت هتلاقيني بتطرح منه ال 12 ونص دي على فكره. طيب انا بقى احل ازاي ما ان ده موفينج لود؟ قال لك بما ان انت بتتعامل مع موفينج لود فانت هتروح ترسم حاجه اسمها انفلونس لاين. ايه بقى حته الانفلونس لاين دي؟ انا عندي كاميرا وماشي عليها شويه عجل، عشان اجيب ماكسيموم ستريننج اكشن هتروح تجيب عجله واحده منهم وليكن هتحطها بواحد طن، فالواحد طن ده تروح تمشيه على الكاميرا وكل ما كان يمشي عليه تحسب لي، لو انت حاله مومنت تحسب لي كنت المومنت هنا، ولو انت حاله شير تحسب لي كنت الشير هنا. الناس كده ترجع بالذاكره في الاستراكشر انفلونس لاين اللي هو ايه، بجيب واحد طن امشيه على الستاتيك سيستم بتاعي وفي كل مكان يقف عنده بحسب نفس قيمه السترينج اكشن، يعني بمعنى لو بحسب مومنت يعني بحسب في النص، كل ما يتحرك الواحد طن هنا احسب مومنت هنا، طب وقف هنا احسب مومنت هنا برده، طب وقف هنا احسب برده مومنت هنا. هي دي فكره الانفلونس لاين، بحرك الحمل واحسب نفس قيمه المومنت واطلع انفلونس لاين. طيب لو انا بتكلم على ماكسيموم مومنت فقال لك ان الماكسيموم مومنت دايما هيبقى عند الميد سبان، فهتروح تحط الواحد طن في الميد سبان وتحسب لي قيمه المومنت هنا، وتروح تحط الواحد طن ده عند السبورت وتحسب لي قيمه المومنت برده في المكان ده، فبتطلع زيرو يعني، فبنحط لها احداثياتها زيرو، وتروح تحط الواحد طن هنا وتحسب قيمه المومنت هنا برده فبتطلع زيرو، يطلع عندك الانفلونس لاين ده قيمه البيك فيه او القمه فيه يعني اكبر قيمه في الانفلونس لاين بتساوي ال على 4، اللي هو عادي يعني مومنت ناتج من حمل مركز في النص قيمته 1 طن فيبقى بي ال على 4، 1 في ال على 4 يديك القيمه دي يعني. يبقى ده كده الانفلونس لاين اللي هيديني الماكسيمم مومنت اللي انا بعد كده هروح اجيب احمال اللايف لود بتاعتي ارصها عليه، وكل حمل يتضرب في قيمه مناظره، كل حمل اضربه في قيمه مناظره يديني قيمه المومنت الماكسيمم. ده معناه ايه يا شباب؟ معناه ان انا لما جيت حطيت هنا حمل كذا بي اي، القيمه المناظره دي معناها ايه؟ معناها قيمه المومنت في الميد سبان برضو. الناس تبقى فاهمه يعني ايه انفلونس لاين، كل قيمه من دول بتديني قيمه المومنت عند نفس النقطه، ده مش بندج مومنت دايجرام لا. لو خدنا بالنا ان انا من شويه كنت بقول لكم بحط على المين جيردر بتاعتي حمل اكسلود، طب هو حمل اكسلود ده، طب افرض ان انا دلوقتي انا كنت سنجل تراك، لو انا كنت سنجل تراك فانا ما عنديش اصلا غير حمل قطر واحد اللي هو بتبقى احمال مركزه 25 طن، وكنا بنقسمها على الاثنين عشان اجيب الاكسلود، فلو انت كنت سنجل تراك فانت المين جيردر بتاعتك فعلا هتبقى شايله اكسلود، ما عنديش مشكله. طب لو انت كنت دبل تراك انت عندك كمان قطر جنبه، يبقى المين جيردر بتاعتك هتبقى شايله ايه؟ لا خلي بالك، انت لو دبل تراك المين جيردر بتاعتك هتبقى شايله الحمل كامل على بعضه، حمل ويل لود، حمل مع... انا اسفه انا قلت بس ايه، انا قلت الويل لود، انا اللي بتعامل معاه هو ويل لود مش اكسل لود يا شباب، انا اللي بتعامل معاه اللي هو 12.5 طن ده ويل لود، لكن لو انا كنت دبل تراك كنت هتلاقي ان انت عندك حمل الاكس كله على بعضه، حمل القطر الكامل اللي انت حطيته ده كان حمل نص القطر. طب لو انت كنت دبل تراك قال لك تضرب في 2
يبقى احنا هنوحد الحل بتاعنا ان احنا دايما هنعوض بالاحمال ال 12 ونص. لو انا كنت دبل تراك كنت المومنت اللي هطلعها اضربها في 2. طيب في حاله الماكسيموم شير بجيب الكاميرا بتاعتي عايز احسب انفل ونص لاين يديني ماكسيموم شير، فسهله بقى ان انت تروح تجيب الواحد طن تحطه عند الركيزه وتحسب القيمه هتطلع واحد يعني، وتروح تحطه عند الركيزه الثانيه وتحسب هنا قيمه تطلع زيرو. انا بحط هنا واحد طن وبحسب شير هنا برضو على فكره، فبيطلع زيرو. توصل بين القيمتين يدي لك الانفل ونص لاين، يعني كل قيمه تقف هنا القيمه المناسبه قصادها دي هي قيمه الشير عند السبورت دي. هو ده معناه شكل الانفلونس لاين هيبقى محفوظ، احنا هنحفظه، هو سهل بس احنا هنحفظه. بعد كده تروح تحط ترص الاحمال بتاعتك وكل قيمه تتضرب في القيمه المناسبه ليها تديني قيمه الشير. برضه بنفس الطريقه انا اللي انا بعوض بيه حمل عجله ويل لود. طب لو انا كنت دبل تراك، دبل تراك يبقى المين جردر شايله الاكس لود كله على بعضه، فالمفروض تروح تضرب في 2. ده كده لو حاله الدبل تراك. لو الناس مش مجمعة معايا ده هتجمع معايا واحنا بنحل المسألة. بس قبل ما نحل المسألة بقى قال لي خلي بالك لو انت كان المين جردر بتاعتك متقسمة even number of panels، عندك عدد البانلز عدد زوجي، هو الطبيعي يا شباب ان المين جردر جاي لها رياكشن من الكروس جردر. المين جردر ما بيجيلهاش احمال هنا في النص، هنا كده مفيش اي احمال بتيجي على المين جيردر، المين جيردر جاي لها رياكشن من الكروس جيردر. ده كده الحل الصح، احنا بنحل بطريقه ايكويفالنت. طيب لما اجي ارسم بقى الانفلونس لاين بتاعي انا خلاص عارف ان هو عباره عن مثلث والقيمه اللي في النص الا على الاربعه، انا عارف كده. طيب خلي بالي ان هو لو ايفن نمبر اوف بانلز ففي النص فعلا هيبقى عندي كروس جيردر. ده معناه ايه؟ ان سواء انا ايكويفالنت ولا في الحقيقه انا فعلا هيبقى عندي هنا حمل، يبقى انا كده تمام انا فعلا هستفيد من الرقم ده. يبقى سواء انت كنت بتحل بطريقه ايكويفالنت ولا لا، انت لو انت كان عندك عدد ايفن نمبر اوف بانلز فلو جيت ترص عدد الكروس جيردرز بتاعتك هتلاقي في النص فعلا في الطبيعي هيجي لك رياكشن، فانت هتستفيد فعلا من الرقم ده. ده كده في حاله الايفن نمبر. طيب في حاله ان انت عندك عدد البانلز اود نمبر يعني عدد فردي، ايه بقى اللي هيحصل؟ انا في الطبيعي هحط انفلونس لاين بالشكل ده. طيب لو انا عندي اود نمبر اوف بانلز لو جيت ترص الكروس جيردرز بتاعتك هتيجي في النص هنا ما عندكش كروس جيردر، يبقى انت لو انت بتحل فعلا بطريقه اكزاكت عمرك ما هيجي لك رياكشن هنا، يبقى الرقم ده انت مش مستفيد بيه. يبقى لو احنا بنحل بطريقه اكزاكت انا هنا ما عنديش كروس جيردر عمرها ما تحصل، بدل عمرها ما تحصل يبقى بالحل الاكزاكت عمرها ما يجي لها رياكشن من كروس جيردر هنا. فقال لك خلاص احنا نعمل شويه موديفيكيشن كده للمين جيردر بتاع للانفلونس لاين بحيث ان احنا نوقفه عند الكروس. هتيجي هنا انا بدل ما باخد قيمه المثلث كامل انا هاخد هقص منه جزء كده انا مش مستفيد بيه. فقال لك هتوقف الانفلونس لاين بتاعك عند الكروس جيردرز اللي حوالين السنتر لاين. ده كده السنتر لاين بتاعك اللي انا اصلا كنت بحسب عنه عنده قيمه المثلث الا على الاربعه. فقال لك لو الكروس جيردرز بتاعتك عدد البانلز يعني عدد فردي في النص مش هيبقى عندك كروس جيردر، خلاص يبقى القيمه دي مش مستفيد بيها. يبقى هتوقف الانفلونس لاين بتاعك عند اماكن الرياكشنات. ده قصده يعني ان انت توقف الانفلونس لاين عند اماكن الرياكشنات، انت مش مستفيد من القيمه دي. يبقى تاني شباب نركز، هو في المساله بتاعتي مديني عدد البانلز، ما بتكلمش على عدد الكروس جيردر عشان الناس ما تتلخبطش، مديني عدد البانلز. لو كان عدد زوجي هترسم المثلث كامل، ولو كان عدد فردي هتوقف المثلث على الاماكن الكروس جيردر اللي هي حوالين السنتر لاين، عن الكروس جيردر الاثنين اللي حوالين السنتر لاين هتوقف عندهم المثلث. بمعنى يعني الرقم ده هتحسبه ازاي من الاخر يعني عشان برضو احنا عايزين نبقى نحفظ شكل الانفلونس لاين. انت من السنتر هتبعد ايه على الاثنين، الاي دي اللي هي السبيسنج بتوين الكروس جيردر، فهتبعد ايه على الاثنين عشان تحط الكروس جيردر بتاعتك لو انت عدد فردي. فالنقطه دي انا عايز احسب الرقم، طب تحسبه ازاي بقى؟ شو انت بعدت هنا ايه على الاثنين فاصبح معاك المسافه دي اللي هي ال على الاثنين ناقص ايه على الاثنين. فبالتشابه بقى تروح تجيب الرقم ده مقسوم على ال على الاثنين كلها وتساويه بالقيمه اللي انت عايزها. دي كده القيمه اللي انت هتحسب من اولها، دي كده ماكسيموم قيمه في الانفلونس لاين، هتساوي الواي على القيمه الكليه اصلا بتاعه المثلث ال على 4 تديني قيمه الواي دي.
ده بقى اللي انا عايزه احسبه عشان ايه اقفل بيه شكل انفلونس لاين بتاعي. لو رجعت للسؤال بتاعي بيقول لي انا ديك دبل تراك ماشي، خلي بالي بقى من الحته دي كويس قوي، 9 بانلز. جيت هنا عايز احسب ماكسيمم مومنت، حطيت المين جردر بتاعتي، عايز ارسم انفلونس لاين. انا قبل ما ادخل ارسم انا عارف شكل الانفلونس لاين لانه 9 بانلز يعني عدد فردي، فبالتالي انا مش هقف عند نقطه البيك دي اللي هي الا على 4، لا ده انا هبعد عنها شويه، فهعمل شويه موديفيكيشن على بعد ايه على الاثنين يمين وشمال واوقف في المثلث بتاعي، فهتبعد هنا ايه على الاثنين وتحسب الرقم ده، تحسبه من التشابه زي ما قلت من شويه، طلع الرقم ده ب6 وتقفل ايه ده كده اللي طيب. حد عنده مشكله في الانفلونس لاين؟ تمام يا باشمهندس. عشان احسب بقى ماكسيمم لايف لود، ام لايف لود يعني، قالك عندك حالتين. اول حاله والله ان انت تروح تسنتر لي الاحمال حوالين السنتر لاين، يعني تاخد سنتر لاين كده في النص وتبعد 1.6 على الاثنين يمين وشمال وتسنتر لي الاحمال، يبقى في سيمتريه يعني، يبقى هتبعد 1.6 على الاثنين وتحط اول حمل مركز. لو دي كده احمالي هتروح تاخد هنا كده سنتر لاين وتحط الاحمال دي يمين وشمال، فروحت حطيت ده كده بعد السنتر لاين بمسافه 8 متر، بعد كده بعدت عنه 1.6 وحطيت اللي بعده، بعد كده بعدت 8 وحطيت الحمل الموزع، نفس اللي عملته يمين هتعمله شمال. يبقى دي كده اول كيس بالنسبه لك. كل حاجه من الحاجات دي يا شباب انا عايز احسب ايه في الاخر؟ انا ببقى عايز احسب مومنت في الميد سبان. الانفلونس لاين ده محسوب ان يبقى يطلع لي مومنت في الميد سبان عشان الناس ما تبقاش متلخبطه. روح تحط ابعادك عشان احسب مومنت، كل قيمه حمله تضربها في القيمه المناظره ليها يدي لك قيمه المومنت. القيمه المناظره ليها دي بتحسبها بالتشابه، يعني لو انا مثلا عايزه اتعامل مع الرقم ده الحمل ده يعني، القيمه المناظره ليها تاخد خط تحتها، انا عايز احسب الرقم ده بكام، تحسبه ازاي؟ والله تحسب لي المسافه من هنا لحد ابعد سبورت ناحيتها يعني. جبت الرقم ده وليكن اكس، هتروح تقول لي الاكس دي على ال على الاثنين بتساوي القيمه دي واي، هتساوي الواي على القيمه دي كلها، اتعامل مع المثلث كله عشان اللخبطه، على ال على 4. كل ده معاك، مش معاك الواي هي اللي مجهوله، تطلعها طرفين في وسطين تشابه يدي لك الرقم ده، نفس اللي عملته هنا تعمله عند الباقي. بس تاخد بالك هنا ان انت مسنتر الاحمال، فانت بعد هنا من هنا 8 متر، في حين ان انت اصلا الجزء الافقي ده على بعد 1.5 متر يمين وشمال، فتاخد بالك ان الحملين دول جايين هما الاثنين على الخط الافقي، يعني القيمه المناظره ليهم هي نفس القيمه اللي احنا اصلا حاسبينها من الاول خالص اللي هي الستة. طيب بالنسبه للحمل الموزع عندك حلين، يا اما الحمل الموزع تضربه في مساحه المثلث اللي تحته، يعني 4 طن تضربها في مساحه المثلث دي، يا اما تركز الحمل الموزع يدي لك حمل مركز وتضربه في القيمه المناظره تحتها، برضو تاخد البعد ده كده ومن التشابه مع المثلث الكبير تطلع لك الرقم ده. لما نروح نعوض بقى الام لايف لود هيساوي ايه؟ هيساوي كل قيمه حمل من دول. طيب الحمل الموزع، الحمل الموزع عندك حلين عشان تحسب قيمه المومنت الناتجه منه، يا اما تقول لي ان المومنت هيساوي ناتج من الحمل الموزع بس، يعني هيساوي الاربعه دي مضروبه في مساحه مثلث اللي هي دي، اول نقطه هنا انت بادئ بيها تاخد من عندها خط هنا وتحسب لي الرقم ده بكام، بعد ما تحسب الرقم ده بكام تروح تحسب بقى مساحه المثلث، مساحه المثلث تضربها في الحمل الموزع على المتر الطولي يدي لك قيمه المومنت الناتجه من الحمل الموزع على المتر الطولي. طيب لو انا مش هعمل كده في حل تاني، ايه هو؟ ان انا اروح اركز الحمل ده، يعني اتعامل معاه كانه حمل زي دول. طب عشان تحول من متر، من حمل على الطن على المتر الطولي لحمل مركز تعمل ايه؟ تضرب في المسافه اللي متوزع عليها، يبقى 4 طن في 10.3 يدي لك الرقم ده، الرقم ده متركز في نص المسافه اللي متوزع عليها الحمل الموزع على المتر الطولي. بعد كده عشان اجيب قيمه المومنت الناتجه من حمل موزع على المتر الطولي هيساوي القيمه اللي انت ركزتها دي، اكتبها لي هنا، مضروبه في، مضروبه في ايه؟ قيمه القيمه المناظره بقى اللي تحتها، بمعنى ان انت عندك هنا القيمه دي كانت متوزعه على 10.3،
هتركزها طبعا في النص، يبقى المسافة دي قد ايه؟ المسافة دي تقريبا بتطلع 5 65 من 100. تروح تحسب لي قيمة الواي دي بقى بالتشابه، يعني تقول لي 5 65 من 100 على ال ال على الاثنين كلها، انا بتعامل دايما مع المثلث الكبير، على ال ال على الاثنين يساوي القيمة اللي انت محتاجها الواي على 6 75 من 100، ال ال على الاربعة. جبت قيمة الواي تروح تضربها في ايه بقى؟ تضربها في الحمل المركز، ده كده يديك المومنت الناتج من الحمل الموزع على المتر الطولي، بس بعد ما حولته لمركز. الحالتين بيدوا لها نفس الرقم بالظبط، مفيش اي اختلاف، تمام كده؟ تمام تمام ولا ايه؟ ماشي تمام. طيب لما تروح تعوض بقى في قيمة المومنت كله، كل قيمة من دي مضروبة في القيمة المناظرة ليها، فهتاخد 12.5 مضروبة في الستة متكررة مرتين فضربت في اتنين، ال 12.5 اللي حواليها مضروبة في 5.55 متكررة برضو مرتين، فتلاقيني هنا ضربت في اتنين. ال 4 طن لما ركزتها وضربتها في القيمة المناظرة برضو عشان عندي سيمترية فضربت في اتنين. كل ده يا شباب مومنت، بس بتاع سنجل تراك على فكرة، لأن أنا أصلا معوض بويل لود، بحمل عجلة نص قطر بس. طب أنا دلوقتي القطر بتاعي كان دبل تراك، طب أعمل إيه بقى؟ قال لي خلاص تضرب في اتنين، يبقى عشان الدبل تراك هضرب في اتنين، يبقى كده دي قيمة المومنت اللايف لود الناتجة من تحميلة اللايف لود على الدبل تراك بقى. دي كده كيس 1، إن أنا سنترت الأحمال حوالين السنتر لاين. طيب كيس 2 بقى، قال لك لأ احنا اصلا متعودين دايما، مش انا عايز احسب مومنت في الميدل سبان، خلاص روح حط لي هنا حمل مركز. يبقى لو دي الاحمال بتاعتي، احمال ويل لود برضه، عشان اروح احسب بقى مومنت نتيجه اللايف لود. فكيس 2 قال لك هتاخد واحد من الاثنين دول وتحطهم في النص، وليكن انا خدت ده حطيته هنا في النص، نص السبان بالظبط، بعد كده ترص الباقي حواليه بقى، يعني هتروح ترص ده تبعد 1.6 وترص ده، وشمالها تبعد 1.6 وترص ده، هيتبقى لك ده تبعد من هنا 1.6 وترصه، يتبقى لك بقى الأحمال الموزعة يمينك وشمالك تبعد 8 وترصها. الكيس 2 دي ما عندكش سيمترية، خلي بالك في الحتة دي. بعد كده تروح تحسب القيمة المناظرة تحت كل حمل، فهتلاحظ إن القيمة اللي في النص مناظرة ليها القيمة اللي على الخط الأفقي اللي هي الستة. طب والقيم، طب وال 12.5 اللي حواليها؟ لا، لو خدنا بالنا ان هي على بعد من السنتر 1.6، انا الخط الافقي ده واقف من السنتر، من السنتر يعني على بعد، على مسافه ايه؟ على الاثنين. الايه على الاثنين بالنسبه لي 1.5، فالناس تخلي بالها، تخلي بالها ان القيمه دي هتبقى موجوده على المايل مش موجوده على الافقي. على المايل يبقى انا محتاج احسب الرقم ده، فلما رحت حسبته لقيته فعلا اقل من السته. خلي بالنا من الحته دي عشان الناس ساعات بتتلخبط، بتفتكر ان دايما اللي حوالين السنتر محطوطين على الخط الافقي، لا مش دايما، دي بتعتمد على قيمه الايه، لان الخط الافقي ده بعده ايه، فمن السنتر يمينها وشمالها ايه على الاثنين، فالناس تبقى واخده بالها من الحته دي. بنفس الطريقه ان انت كل حمل من دول تروح تشوف له مسافه من السبورت وبالتشابه مع المثلث الكبير، مع المثلث الكبير ده كله تروح تحسب الرقم ده. الحمل الموزع يا اما الحمل الموزع 4 طن على المتر الطولي مضروب في المساحه كلها اللي تحته، يا اما تركزه كانه حمل مركز مضروب في القيمه المناظره. فلما تروح تعوض الام لايف لود هيساوي بالنسبه لل 12.5 اللي في النص اللي عند الميد سبان بالظبط مضروبه في 6، زائد اللي حواليها يمينها وشمالها محطوطين على نفس، جايبين نفس القيمه المناظره، فهتلاقيني ضربت هنا في 2، يبقى 2 في 12.5 اللي هي دي ودي مضروبة في القيمة المناظرة 5.95، اداني الرقم ده. طيب زائد فاضل لي 12.5 دي مضروبة في الرقم ده، زائد كل حمل موزع من دول لما جيت ركزته لقيت القيمة مختلفة، ما عنديش سيمترية، يبقى كل قيمة من دول مضروبة في القيمة المناظرة، فيطلع لي ده وده. كل ده بقى يديني بقى ايه؟ انا كنت حاطط ويل لود، يبقى في الاخر هيديني كاني بتعامل مع سنجل تراك، بس انا الكوبري بتاعي دبل، يبقى المفروض تروح تضرب في 2، يدي لك الرقم ده. الكيس 1 كانت مطلعه لي 1001، كيس 2 مطلعه لي 1003. اه لا، يبقى انا دلوقتي كيس 2 هي الكريتيكال بالنسبه لي اللي مطلعه لي الماكسيمم. وللعلم يا شباب ان دايما اصلا كيس 2 هي اللي بتطلع الماكسيمم، فاللي مش معاه وقت في الامتحان ما يوجعش دماغه بكيس 1، ما يروحش يحلها، لا على طول يروح يحط الانفلونس لاين ويحط لي الاحمال واحد من الاثنين اللي في النص دول يحطهم عند الميدس بين،
ويرص الباقي حواليه. دي الكيس اللي بتطلع ماكسيمم على طول على فكرة. فانت لو مش معاك وقت ما تضيعش وقتك في كيس 1، ادخل على طول في كيس 2 واحسب الام لايف لود. طيب لو انا كنت بقى عند البانلز بتاعت زوجي كان ايه اللي هيفرق معايا؟ اللي هيفرق معايا ان انا مش هعمل الخط ده، ده انا هاخد المثلث كله على بعضه، فهتلاقي ان القيمه اللي في النص دي مضروبه في 6.75 من مين بدل الستة، واللي حواليها ولا هتفرق حاجه، هي نفس القيمه. يبقى فرقت بس معايا في ايه؟ معايا فرقت في القيمه اللي في النص دي. طب لو انا كنت في كيس 1، لو رجعنا كده لكيس 1، لو انا كنت العدد زوجي، لو انا كنت العدد زوجي فانا دلوقتي خلاص الخط ده مش عندي، بتعامل مع المثلث كله، هروح ارص يمين وشمال السنتر زي ما متفقين في كيس 1، فتلاقي هنا ان اليمين والشمال دي واقفه عند نقطه، هنا تروح تحسبها بالنقطه دي، تحسبها كل نقطه تحسبها، هتبقى هتلاقي بس الاختلاف عندك برضو في اول حاجه في الحسابات في الرقم ده، بس عشان بس ان هو انت مش عارف هو جاي على المايل ولا جاي على الافقي. لو انت كنت في العدد زوجي هتلاقي ان هو جاي على المايل، لو انت كنت في العدد افقي، لو انت كنت عدد قصدي في العدد فردي هتلاقي ان هو جاي على الافقي، لكن لو العدد زوجي هتلاقيه جاي على المايل. فهتلاقي بس ايه، هي نفس الكيس نفس التحميله، هتفرق بس في القيمه المناظره، وهي في الاخر كلام فاضي يعني بصراحه. يبقى دي كده كيس 1 وكيس 2، وعرفت بايه منها الام ماكسيمم لايف لود. طيب لو انا كنت بوني بريدج، كانت هتفرق معايا حاجه في اللايف لود ولا اي حاجه؟ في البوني بريدج مش هتفرق معايا في اللايف فلود، بس كده هتفرق في الناس. بس في اول السكشن كان في كده قانون للدبليو سي في حاله البني، هي دي بس الفرق الوحيد. يبقى الفرق بين الديك والبني يا شباب في الديد لود بس، لكن في اللايف مش فارقه معاكم في حاجه. اللايف لود تفرق معايا في حته ايه؟ السنجل وينطبل، اضرب في اتنين ولا لا، هي دي بس الناس تبقى مركزه فيها. انا كده عرفت الام لايف لود. طب بالنسبه للشير بقى، هتروح تجيب الميجر بتاعتك، تحط الانفلونس لاين اللي اتفقنا عليه اللي هو عباره عن مثلث قيمه البيك بتاعته او قيمه القمه يعني عند السبورت اللي انا بحسب عندها الشيء 1 طن. اتفضل. واحنا مش هنحسب اللي هو الانيلاتيكال ده اللي الدكتور شرحه؟ والدكتور شرح اناليتيكال اللي هو بيحط ال 12 ونص على بعض 4 من 10 من السنتر لاين للسباك. لا هي equivalent برضه، انا فهمت الدكتور بيعمل كده كيس 1 دي بدل ما بيسنتر الاحمال حوالين السنتر لاين بيقوم قايل لك لا، بما ان انت عندك عدد الاحمال المركزه زوجي زي ما كنت بقول لكم في السترنجر، بيجي هنا يبعد 4 من 10 متر ويحط حمل، ويبعد من هنا 1.2 من 10 ويحط حمل، وبعدين يوزع الباقي حواليه، صح كده ده قصدك؟ بس مش influence line بقى. مش انفلونس لاين؟ لا بيحسب عزم عادي عند عند اللي هو النقطة دي. اه ما هي يا شباب انت ممكن على فكرة ممكن ما ترسمش انفلونس لاين، ممكن تحسب عزم فعلا عند النقطة دي هتطلع نفس القيمة يا هندسة. لو جيت تجربها رسمت انفلونس لاين وجيت جربتها، او ان انت تحسب رياكشنات، تحسب هنا رياكشن يعني وتروح تحسب مومنت، هتطلع نفس القيمة. هي دي طريقة equivalent برضو، انتوا ما بتحلوش بطريقة exact، هي equivalent برضو. اللي ممكن اللي مش عايز يرسم influence line وان هو يحسب رياكشنات ويحسب عند الميدا سبان على فكرة بتطلع نفس القيمة، بس يعني خلينا ماشيين زي ما احنا متعودين احسن. باشمهندس هو حسب عند النقطة اللي هي عند الحمل اللي هو 12 ونص اللي هي القريبة من ال 4 من 10 مش من نص الأسبان يعني. هو دلوقتي الدكتور احنا النهارده عملنا ان احنا بنعمل بنركز حوالين السنتر، الدكتور قال لك لا بما ان عدد الاحمال زوجي فاعمل زي حاله السترينجر كده، ابعد 4 من 10 واحسب هنا، اعملوا زي ما الدكتور قال لكم. ماشي تمام يا باشمهندس. وهي برضو كيس 2 اللي هتطلع لك الماكسيمم لحد ما يعني زي لو انا متذكره صح، بس ماشي اعملوا زي ما الدكتور قال لكم واحسبوا عند القيمه اللي هي قريبه من السنتر اللي على بعد 4 من 10 زي ما كنا بنعمل في السترينجر، يعني احسبوا عندها قيمه المومنت. اللي عايز يعوض في الانفلونس لاين يعمل، اللي عايز ما يحطش اصلا انفلونس لاين ويحسب رياكشنات ويحسب مومنت يعمل برده عادي، الاثنين صح. بس هي بس هتفرق في حته ان انا في الماين بانلز ما باخدش القيمه دي كامله، باخد كده الخط الافقي فوق ده،
فانتوا ممكن بس ترجعوا للدكتور تقولوا له يا دكتور هو احنا هناخد هقيمة كاملة ولا ناخد الخط الأفقي، تتأكدوا منه عشان هو اللي بيصحح. ده كده بالنسبة للام لايف لوب. طب بالنسبة للماكسيموم شير، الماكسيموم شير خلاص هنحطه مثلث، ماكسيموم قيمة عند السبورت وقيمتها واحد. بعد كده نروح نركز الأحمال المركزة بتاعتنا من أول السبورت ونرص الباقي حوالي وراها. بعد كده تروح تحسب القيمة المناظرة عند كل حمل مركز، برضو الحمل الموزع أنا جيت ركزته في مسافة التوزيع وحسبت له القيمة المناظرة عنده. هتروح تحسب الشير لايف لود بتاعك عبارة عن كل قيمة مضروبة في القيمة المناظرة قصادها. فأنا خدت هنا ال 12 ونص عامل مشترك وفتحت قوس وكتبت الأرقام دي، ده وده زائد الحمل المركز الحمل الموزع اللي أنا ركزته وضربته في القيمة المناظرة ليها. الرقم ده ممكن بس تلاقيه مكتوب غلط في البي دي اف اللي انا منزلاه، بس هو الرقم ده يعني. لحد هنا انا كده كنت معوض بوي لود، فالمفروض ان انا اطلع شير لايف لود نتيجة سنجل تراك. طب لو انا دبل تراك فتروح ضربت في اتنين يطلع لي الرقم ده. انت ممكن هنا على فكرة ما ترسمش انفلونس لاين، ممكن ترص الاحمال وتحسب شير هنا عادي خالص زي السترنجة. على فكرة انت ممكن ما ترسمش انفلونس لاين برضو، ممكن تحسب عادي شير عادي، الاتنين هيطلع لك نفس الناتج بالظبط. يبقى ده كده الشير لايف لود، هي حالة بس وحيدة اللي بتطلع لي الماكسيموم. يبقى أنا كده يا شباب حسبت ديد لود وحسبت لايف لود، حد عنده مشكلة؟ لا تمام مش مهم. تمام. بالنسبة بقى للدايناميك افكت، هو نفس القانون اللي احنا متعودين عليه، 73% زائد 2.16 على جذر ال اي ناقص 2/10، الديناميك من 1.1 لاتنين. متعودين ان الديناميك الفاكتور ده لو طلع اقل من 1.1 اخده 1.1، ولو طلع اكبر من 2 اخده 2. القيمه دي اصلا تعتبر كريتيكال، قيمه كبيره جدا، لان انت اكنك بتضاعف احمال اللايف لود. تروح تعوض بالال اي بس ب 27، يطلع لك الرقم ده في الرينج فعلا فتاخده. هتروح تجيب ام لايف لود زائد امباكت، يعني ام لايف لود مضروب في الفاكتور، وشير لايف لود زائد امباكت يعني شير لايف لود مضروب في الفاكتور بتاعك. بعد كده بقى نوصل للفاينل ديزاين سترينج اكشن بتاعتي، اللي هي ام ديد زائد لايف زائد امباكت، عباره عن ام ديد لود زائد ام لايف لود زائد امباكت، وشير ديد زائد لايف زائد امباكت عباره عن شير ديد زائد شير لايف زائد امباكت. دي كده السترينج اكشن اللي انا هدخل بيها، دي كده اول حاجه هروح احطها في السكشن المره الجايه، ده اللي انا هدخل بيها في التصميم. حد عنده مشكله يا شباب في اللود على المين جيردر والجزء اللي انا كنت بناقشه مع زميلكم دلوقتي؟ خلاص بقى زميلنا هيسال فيه الدكتور، هيقول له إيه، هناخد بس الجزء الافقي ده هنقطعه فعلا من الانفرنس لاين ولا لا، والناس تحضر المحاضره عشان مهمه، ولان الدكتور يعني مهتم جدا بالمحاضره. حد عنده مشكله في المين جردر؟ ويرد طب بس هندسة، زميلنا يبقى هو الممكن ايه؟ ده اللي احنا هناخده في البني عشان نجيب ال additional بتقول ايه؟ المومنت ده، هو ده المومنت اللي احنا اه هناخده في البني عشان نحسب ال additional. بالظبط، هو ده المومنت اللي انت تحسب بيه ال additional. تمام، ال ام دي زائد لايف زائد امباكت بتاع المينجر هو ده. حد عنده مشكلة يا شباب في اللود على المينجر ده عشان ندخل بقى في الجزء التاني؟ طب ما نرد رد، يمكن ربنا يكرمنا. طب انتوا معايا يعني ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس، تمام مع حضرتك. طيب بالنسبة بقى للسترينجر بريسنج، احنا قلنا ان احنا دلوقتي عندنا اللي في كده فرصة بتنتج من ايه بقى؟ ان انا بيبقى عندي العجلة بتاعت القطر هنا، بيبقى في كده هنا شوية مسافة فاضية ما بينها، المسافة دي نتيجة الحركة بتعمل حمل كده lateral shock. الحمل ده احنا على فكرة يعني مش بالظبط ومش 10 طن، ممكن يبقى أقل من كده، هو بس قيمة احنا بنفرضها، والحمل ده مكانه مش واضح بالنسبة لنا، فاحنا دلوقتي هنفرض برضه مكان بحيث ان احنا نوصل لماكسيموم سترينج اكشن على السترينجر بريسنج. يبقى نتيجة ان في حيز فاضي ما بين
بالنسبه بس لسكشن 4 انا كده خلصت السكشن المطلوب منكم. انتوا اصلا تقريبا كان نازل لكم سكشن السترينجر بريسنج، انتوا المفروض اخدتوه، فاللي مش عايز يكمل معايا ما يكملش. انت كده خلاص خلصت السكشن بتاعك، انا بس بكمل مع سكشن 6 لانه ما خدوش. عندي دلوقتي حيز فاضي ما بين الريلز وما بين العجل، فالحيز الفاضي ده طلع لي قوه اسمها لاترال تشوك نتيجه الحركه في الاتجاه ده. الفورس دي ممكن تعمل لي على السترينجر بريسنج بتاعتي، ممكن تعمل لي تنشن او كومبريشن. في الحقيقه انا ما اعرفش، لانها على نفس الممبر ممكن تعمل لي تنشن وبعد فتره تانية ممكن تعمل لي كومبريشن. فنشوف دلوقتي هنتعامل معاها ازاي. فمن الاخر احنا بنصممها انها تعمل لي كومبريشن، لان الكومبريشن هو الكريتيكال عندك في ستيل اصلا. ستيل ستراكشر دايما لما تيجي تقارن ما بين كومبريشن وتنشن دايما الكريتيكال بالنسبه لك هو الكومبريشن. فانت دلوقتي معاك فورس، اولا مش عارف مكانها، ثانيا مش عارف اتجاهها. هو ماشي، انت عارف ان اتجاهها في الاتجاه الافقي، بس هل عارف هي هتعمل لك كده ولا كده؟ فانت مش عارف اصلا اي حاجه. فبتبدا ان انت تحط فرضيات على اساس ان انت توصل للكريتيكال. بمعنى بالنسبه للسترينجر بتاعتي، لو انا كان عندي السبيسنج دي كده الكروس جيردر، السبيسنج بتوين الكروس جيردر دي كنا بنسميها الايه. فالايه دي لو انت كنت رحت حطيت بعد كده السترينجر بريسنج، عندك هنا الكروس جيردر مرتكز عليها السترينجر. بعد كده كنا بنروح نحط السترينجر بريسنج، متفقه معاكم ايام اللي اوت ان هو بيتكون من نوعين من الممبرز، نوع فيرتيكال ودياجونال. برص ازاي الفيرتيكال؟ كنت بقول لكم ان انا بحط اضلاع الفيرتيكال على مسافات من 1.5 ل 1.8 من 10 متر. كنت بقول لكم ان هو ما يقلش، ما يزيدش اقصد عن 1.8 وما يقلش عن 1.5 متر. طيب دي كده السترينجر بريسنج بتاعتي. ففي الكيس دي لما جيت قسمت الاي ديت على من 1.5 ل 1.8، فلقيت انها تديني بكتين بس، تو بانلز، والمسافه دي لقيتها انها فعلا في الرينج ده، فتمام بدي كده اول ايه، اول حاجه عندي. طيب لو انا عندي الشكل ده وانا بقول لكم ان انا معايا فورس انا فارضها 10 طن تعمل لي لاترال تشوك، الفورس دي حمل مركز. الحمل المركز ده انا مش عارف هو بيأثر فين، بس خلاص بقى انا هحطه بحيث انه يديني ماكسيمم سترينج اكشن وخلاص. فقال لك في حاله التو بانلز هتحطه، حاله التو بانلز انت ما عندكش اصلا غير فيرتيكال ممبر واحد، هتروح تحط عليه ال 10 طن فيدي لك ماكسيمم سترينج اكشن هنا، وبرده بتروح تصمم الدياجونال وفي الحاله دي هو برده مدي لك ماكسيمم سترينج اكشن هنا. ممكن حد يقول لي طب باشمهندسه هو انت ليه ما حطيتيش ال 10 طن هنا بحيث ان هو فعلا هيديني هنا ماكسيمم؟ هقول لك بس انا لو حطيته هنا هيديني في الفيرتيكال زيرو، يبقى انا كده ما استفدتش بيه. وبعدين انا لو حطيته هنا هيروح على طول على السبورت. تخلي بالك ان السترينجر بريسنج سبورتد على الكروس جيردر. إيه ناخدها كده معلومه لنفسنا، اي بريسنج من ايام سنه ثالثه لما كنا مثلا بنحط ابر بريسنج هو كان عباره عن ايه؟ يعني عباره عن ترس على المستوى الافقي سبورتد على الكولم بريسنج اللي بره. طب في السترينجر بريسنج عباره عن ترس برضو، اي بريسنج هو ترس على فكره. فالسترينجر بريسنج هو عباره عن تراس سبورتد على الكروس جيردر، فانا لو حطيت هنا الحمل المركز انا ما استفدتش بيه، ما انا وديته للكروس جيردر، وانا كده عملت بيه ايه بقى؟ في حين ان هو ممكن يجي هنا ويعمل لي سترينج اكشن انا ما صممتش عليها. فعشان كده ده الماكس، ده المكان الكريتيكال بالنسبه له في حاله التو بانلز، انه يبقى محطوط على الفيرتيكال ممبر هيديني في الفيرتيكال والدياجونال ماكسيمم سترينج اكشن. طيب في حاله الثري بانلز، هو انا عرفت ازاي انها ثري بانلز؟ والله جبت المسافه اللي هي الاي اللي بتوين الكروس جيردر قسمتها على الرينج من 1.5 ل 1.8 طلع لي العدد ده، بحيث ان المسافه اللي طلعت لي دي في الاخر تبقى في الرينج ده من 1.5 ل 1.8 من 10 متر. متفقين على ده من اللي اوت. ففي الحاله دي طلع لي 3 بانلز. طيب حاله الثلاثه بانل بقى، احط ال 10 طن بتاعتي فين؟ انا برضو ولا عارف مكانها ولا عارف اتجاهها، بس بالنسبه للاتجاه انا هحطها بحيث انها تديني كومبريشن دايما. طب بالنسبه للمكان بقى، يبقى انا اتجاه عرفته. طب بالنسبه للمكان، احطها هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ عند الكروس جيردر خلاص مش هحطها هنا، لانها في المكان ده هتديني زيرو زيرو جوه، لان كده ولا كده الفورس هتروح للكروس جيردر على طول، يبقى ملهاش لازمه. يبقى انا خلاص مش هحطها في المكان ده، فاضل لي مكانين، يا هنا يا هنا. فانا بالنسبه لي لما احطها هنا عند راس الفيرتيكال على طول هيديني ماكسيموم، لان الفيرتيكال في الحاله دي هيشيل ال 10 كلهم، فده كده انا بالنسبه لي ده ماكسيمم حاجه كريتيكال. فتروح تحط ال 10 طن عند الفيرتيكال ممبر، فهتلاحظ ان انت بيتكون عندك عند السبورتات التلت والتلتين.
تلت والتلتين دي هتفيدني بعد كده في الفورس اللي شايلها الدايجونال. هتلاقي ان الدايجونال دايما بتشيل الفورس الكبيره دي، الرياكشن الكبير على ساين سيتا، دي الفورس اللي شايلها الدايجونال. والفورس اللي شايله الفيرتيكال دايما ال 10 طن، هتلاقي ان ال 10 طن على طول مديها للفيرتيكال، ما انا حطيتها في مكان بحيث ان الفيرتيكال يشيلها كلها. عشان كده تلاقي ان الفيرتيكال قطعه تقيل شويه عن قطاع الدايجونال. طيب ده كده بالنسبه للثري بانلز، عرفنا بنحطها فين. ممكن حد يقول لي يا باشمهندسه هو انت ليه ما حطيتيش الفورس هنا؟ حطها، ما عنديش مشكله، حطها هنا، هتدي لك برده هنا كومبريشن ماكسيموم، وهتدي لك هنا الحمل التلتين بقى هيبقى هنا، الركيزه القريبه هي اللي هتشيل الاكتر، دي اللي هتشيل ال 67%. وفي الحاله دي الممبر ده هو اللي هيبقى كريتيكال في الدياجونال. كده ولا كده انا بصمم واحد وبثبت عليه الباقي؟ انت كده ولا كده انت بتصمم واحد ماكسيمم وتثبت عليه الباقي، ما بتروحش تصمم كله، لان الحمل موفينج، انت مش عارف مكانه، ممكن النهارده يبقى هنا بكره يبقى هنا، مش عارف اصلا مكانه. طيب ومش عارف هو اتجاهه هنا ولا هنا، طب بتحطه بحيث اتجاهه يطلع لك كومبريشن وبحيث مكانه يديك ماكسيمم. طيب لو انا حالت بقى الفور بانل، انا عرفت منين ان هي فور بانل؟ عرفت ان مسافه الايه لما جيت قسمتها طلعت لي شويه بانلز، لما جيت عملت تشيك على المسافه دي، المسافه دي من 1.5 ل 1.8. خلي بالك لان انت هيجي لك المساله مش قايل لك عدد البانلز بتاعت السترينجر بريسنج زي اللي اوت كده، فانت لازم تبقى مركز هي كام بانل عشان هتفرق معاك زي ما قلت في السترينج اكشن اللي جاي على الدياجونال. طيب بالنسبه للفيرتيكال هحط بقى ال 10 طن فين؟ انا خلاص عرفت مش هحطها عند السبورت، امال احطها فين؟ ما هي هنا يا هنا يا هنا، ايه بقى المكان اللي يديلك ماكسيموم؟ هو انت عموما لو حطيته هنا او هنا في المكانين دول هيديلك ماكسيموم على الفيرتيكال، لكن لو حطيته هنا مش هيديلك ماكسيموم على الفيرتيكال خالص، هيبقى قيمه مينيموم لان الدياجونال هيبقوا شايلينه. يبقى انت المكانين اللي هتدور فيهم هو يا ده يا ده اللي هتحط عليه. طيب سواء هنا او هنا فانت هتطلع السترينج اكشن في الدياجونال القريب منه لان هو اللي هيبقى شايل برضو القيمه الكبيره. يبقى ده كده المكان اللي بحط عليه في الفور بانل. ممكن حد يقول لي يا باشمهندسه ليه ما حطيتيش ال 10 طن هنا في النص؟ هقول لك ماشي، انا لو حطيتها هنا هتطلع لي هنا ماكسيموم، ما عنديش مشكله، بس هتلاحظ ان الفورس اللي في الدياجونال هتطلع اقل من لو انت حطيتها في الربع، في الربع والثلاث ارباع. يبقى انت لو حطيتها في النص الفيرتيكال شايل ماكسيموم مفيش مشكله، بس الدياجونال هيبقى شايل اقل فبلاش. فعشان كده مع بعض بقى، لو انا كان عندي 2 بانل بحطها في النص، لو انا عندي 3 بانل بحطها في التلت، لو انا عندي 4 بانل بحطها في الربع. نحفظها بقى كده عشان تسهيل لينا. يبقى ايه بقى السترينج اكشن اللي طالع عندي؟ انا زي ما اتفقت معاكم ان انا عندي سترينجر بريسنج عباره عن دياجونال ممبر وفيرتيكال ممبر. بالنسبه للدياجونال ممبر هتلاقي ان هو دايما دايما انا بفرض له قطاع سنجل انجل من القطاعات دي، ممكن تبدا بقطاع 120 في 12 او قطاع 110 او قطاع 100. عاده احنا بنبدا بالقطاع الكبير ونريح دماغنا، قطاع 120. بالنسبه للديزاين فورس اللي شايلاه الدياجونال هتلاقي ان الدياجونال شايله فورس كومبريشن. لو انا كنت 2 بانلز هتبقى شايله الفورس الكومبريشن بتاعتك اللي هي ايه بقى؟ الرياكشن على ساين سيتا، الرياكشن القريب. نحفظها مع بعض كده من الاخر، ان الفورس اللي شايلها الدياجونال هو الرياكشن القريب من الدياجونال على ساين سيتا. لو رجعت للسلايد اللي فاتت، لو انا كنت 2 بانلز فالرياكشن، فانا قلت احطها في النص مع الاثنين 5 و5، فالرياكشن القريب من الدياجونال بتاعي هيبقى 5 على ساين سيتا، السيتا اللي هي مع الافق دي، دي السيتا. طب لو انا كنت 3 بانلز فقلت ان انا بحطها في التلت، فالرياكشنات بتاعتي القريبه من التلت هتبقى التلتين. لو انت حاطط رياكشن في التلت فتلاقي، لو انت حاطط قصدي اللاترال تشوك في التلت، تلت المسافه، هتلاقي تدي لك رياكشنات التلت والتلتين. فالتلتين دي بقى تقسمها على الساين سيتا تدي لك الفورس اللي في الدياجونال. طب لو انت كنت فور بانلز قلت لك هتحطها في الربع، فالرياكشنات هتبقى التلات ارباع والربع. فالتلات ارباع دي على الساين سيتا تدي لك الفورس اللي في الدياجونال. واتفقنا مع بعض ان الفورس بتاعتي بتكون كومبريشن. هي مع على فكره ممكن تبقى تنشن، بس انا كريتيكال بالنسبه لي مش تنشن، فانا بتعامل مع كومبريشن. الدياجونال ممبر اتفقت ان انا خلاص هختاره حاجه من الثلاثه دول. والله لو طلع انصف زود بقى الانجلز بتاعتك، يعني الديزاين فورس بتاعتي الرياكشن القريب على ساين سيتا، لو انا كنت 2 بانل فتبقى 5 على ساين سيتا، لو انا كنت 3 بانل فهتبقى تلتين العشرة، يعني تلتين العشرة على ساين سيتا، لو انا كنت 4 بانل هتبقى تلات ارباع العشرة على ساين سيتا، فورس كومبريشن. طيب
بالنسبه بقى للفيرتيكال ممبر، فقال لك خلي بالك الفيرتيكال ممبر بيبقى شايل، لو زي ما انت شايف كده الفورس اللي جايه على الدياجونال عمرها ما بتوصل للعشرة كامله، دايما بتبقى اقل من العشرة، في حين ان الفيرتيكال ممبر انا كنت بحط اللاترال تشوك عليه بحيث ان هو يشيلها كلها، فهتلاقي دايما ان القطاع بتاعه تقيل شويه. انا هنا كنت بتعامل مع سنجل انجل، لا ده انا هنا بتعامل مع قطاع سي شانل يو بي ان. تبدا ممكن تختار يو بي ان 200 او يو بي ان 180، ممكن على فكره تبدا بيو بي ان 220، وده انا هعمل كده في المثال، ممكن تبدا بيو بي ان 220، يعني حاول تبدا بالكبير عشان تسهل على نفسك الحل. طيب بالنسبه للديزاين فورس، زي ما اتفقت معاك انها شايله، خلاص هي شايله كومبريشن فورس، كومبريشن دي شايلها كلها. انا في كل الحالات اللي كنت بعملها في الكريتيكال كنت بحط اللاترال تشوك بحيث ان الفيرتيكال ممبر يشيلها كلها على بعضها، فالفورس بالنسبه لي 10 طن كومبريشن. طيب قال لك بس خلي بالك بقى، انا في حاله الفيرتيكال ممبر انا عندي مومنت كمان. طيب المومنت ده جاي لي منين بقى؟ لو انا عندي دي كده السترينجر بتاعتي، فالسترينجر بيبقى عندي السترينجر بيبقى متوصل ما بينها بالضلع الفيرتيكال كده، يبقى انا خدت هنا كده قطاع كده ورسمت السترينجر بتاعتي وعليها ايه التشانل بتاعتي اللي هي ايه الفيرتيكال ممبر. طيب التشانل دي منسوبها فين؟ لو الناس فاكره لما كنت بقول لهم في اللاي اوت، انا يا شباب بحط لكم انديكيشن للسترينجر بريسنج عند الابر فلانج، بس هل ده معناه ان السترينجر بريسنج عند الابر فلانج بتاعت السترينجر، يعني هل ده معناه ان السترينجر بريسنج محطوط عند الابر فلانج بالظبط؟ قال لك لا، دي متنسبه من الابر فلانج. متنسبه بقد ايه بقى؟ قال لك ان انت بتنزل من هنا من وش الفلانجه بتاعتك بتاعت السترينجر دي، السترينجر تنزل من هنا 1/10 الاتش بتاعت السترينجر او 4 سنتي اللي انتوا عايزينه اعملوه، يبقى بتنزل من هنا من وش الفلانجه 4 سنتي او 1/10 الاتش السترينجر. بعد كده بتبدا تحط انجل. هو من الاخر التشانل دي بتتربط ازاي مع السترينجر؟ التشانل دي يا شباب بتتربط مع بليتا، والبليتا دي بتبقى متربطه عشان اربطها مع الويب بتاع السترينجر بربطها بانجل، يبقى التشانل متربطه مع بليت، والبليت ده عشان اربطه مع السترينجر بربطه بانجل، بجيب انجل كده تبقى متربطه من ناحيه مع السترينجر ومن ناحيه مع البليت، وفي نفس الوقت البليت ده متربط مع التشانل. هي دي فكره التربيط من الاخر، اي ممبر من اللي انا بتكلم فيهم دول بيبقوا متربطين مع بليت، وعشان البليت ده اربطه في السترينجر بربطه بانجل، فانجل دي تبقى متربطه من الرجلين بتاعتها الاثنين، رجل متربطه في سترينجر ورجل متربطه في بليت. انا بقى عشان ارص الكلام ده كله برصه ازاي؟ قال لك بتبعد 4 سنتي، بعد كده تبعد 4 سنتي من وش الفلانجه، بعد كده تنزل بالرجل بتاعتك بتاعت الانجل، الانجل دي عاده بتبقى انجل 80، بعد كده تبدا تحط الجاست بليت بتاعك اللي انت اصلا الجاست بليت ده اللي هو الوسيط، الوسيط اللي ما بين الانجل وما بين التشانل، بعد كده تحط التشانل بتاعتك. فقال لك بقى ايه، انا الفرص بتاعتي بتبقى بتاثر هنا عند الفلانجه، حركه القطر اصلا على الابر فلانج، فبالتالي الفورس اللاترال تشوك دي لما تيجي تاثر، هتاثر فين؟ ما هي هتاثر عند الابر فلانج. فلما تاثر على الابر فلانج بقى، بما ان انا ما ربطتش السترينجر بريسنج مع الابر فلانج، فبتعمل لي مومنت. فانا بيظهر عندي قيمه مومنت بتساوي قيمه اللاترال تشوك دي اللي هي ال 10 طن، عشان ارحلها من فوق للسنتر بتاع التشانل برحلها بفورس اللي هي ال 10 طن اللي انا خدتها، زائد مومنت، المومنت ده بيساوي 10 في الاكسنتريستي، الاكسنتريستي اللي هي من السنتر بتاع التشانل لحد وش الفلانجه دي كده الاكسنتريستي. طب الاكسنتريستي دي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي زي ما قلت لكم ان انا بنزل من فوق 1/10 اتش سترينجر او 4 سنتي، يعني تقريبا انا اتقالت كده في المحاضره، زائد الانجل بتاعتي بتبقى انجل 80 يعني 8 سنتي، زائد قصد بليت عاده بيبقى 1 سنتي، زائد نص التشانل بتاعتك، سواء بقى انت استخدمت تشانل 18 180، يعني استخدمت تشانل 200، استخدمت تشانل 220، هتلاقي ان بتعوض هنا ب 22 سنتي. يعني يبقى دي كده قيمه المومنت بتاعتك 10 في ايه. حد ممكن يقول لي طب ما الدياجونال ممبر اشمعنى ما بيتكونش عليه مومنت؟ لا هو على فكره بيتكون عليه، بس بتبقى قيمه صغيره مقارنه باللي بتيجي على التشانل، فعشان كده احنا يعني بنضطر ان احنا نحسبها في التشانل. يبقى تاني يا شباب، الدياجونال ممبر شايل كومبريشن بس، فيرتيكال ممبر شايل كومبريشن زائد مومنت، مومنت ناتج من ترحيله الفورس بتاعتي لانها بتاثر عند الابر فلانج لحد السنتر بتاعت التشانل، لاني زي ما قلت انا ما بحطش البريسنج ما بلزقهاش في الابر فلانج، لا ده انا بقى مرحلها تحت،
وحاطط شويه حاجات عشان طب ليه برحلها؟ عشان اعرف احط كونكشن، ما انا هلزقها فوق واحط كونكشن ازاي؟ حد عنده مشكله يا شباب لحد دلوقتي؟ تمام يا باشمهندس. بالنسبه للمثال بتاعي بقى، هو بيقول لي ديزاين سترينجر بريسنج، بيقول لي السبيسنج بتاعت السبيسنج بتوين كروس جيردر 4.2 متر، ستيل 44. هو مديني هنا ايه يا شباب؟ مديني السبيسنج بتوين كروس جيردر، هستفيد ايه من الرقم ده؟ ما هو الرقم ده اللي انا هعمل عليه البانلز بتاعت السترينجر. فلما جيت هنا هو قال لي ان ده كله كده 4.2، دي كده السبورتات بتاعتي كروس جيردر، مرتكز عليها السترينجر بتاعتي، يبقى دي كده البانل اللي انا هحط عليها البريسنج. فالرقم ده كده 4.2 متر. لما جيت حسبت عدد البانلز لقيت ان انا هحط 3 بانلز، بحيث ان المسافه دي تقريبا يعني المسافه دي طلعت 1.4 متر. قلت من شويه ان المسافه دي باخدها بتوين 1.5 لـ 1.8، لو قلت عن 1.5 ما عنديش مشكله عادي، لكن تزيد عن 1.8 بلاش، خليك دايما اقل من 1.5 لحد 1.8. فطلع ان انا هنا هستخدم 3 بانلز. طيب استفدت ايه بقى؟ ان انا عرفت ان انا 3 بانل، استفدت ان انا هحط ال 10 طن عند التلت، فالفيرتيكال هيشيل ال 10 طن كلهم، والدياجونال هيشيل الرياكشن التلتين، تلتين ال 10 على ساين سيتا. قبل ما ادخل احل بقى، انا على طول مركزه الكلام في دماغي، على طول بقى عارفاه هحط ال 10 طن الفيرتيكال كلها هتشيلها، وبحيث ان الدياجونال تشيل الرياكشن الكبير اللي هو التلتين، بدل انا عندي 3 بانل. طب لو عندي 4 هتشيل التلات ارباع، طب لو عندي 2 هتشيل النص. خلاص كده، فهبدأ بتصميم الدياجونال ممبر. قبل ما ادخل انا عارف ان انا عايز اصمم ممبر عليه اكسيال لود كومبريشن فورس، ف قال لي ان انا هنا هستخدم 3 بانل، عشان قال لي ال 4.2 متر دي لما قسمتها على التلاتة طلعت 1.4 متر. الواحد واربعة دي بتوين 1.5 و1.8 او اقل من 1.5 يبقى اوكي. هروح تحسب السيتا اللي على الماء اللي على الافقي عشان تحسب الفرص اللي في الدياجونال، هتبقى شيفت تاني ايه بقى؟ المسافه اللي المقابل على المجاور. المقابل ايه هو يا شباب؟ اللي هو المسافه بتوين سترينجر، الرقم ده انت حافظه، المسافه الراسيه دي اللي هي بتوين سترينجر 1.8 متر على المجاور 1.4 اللي انت لسه مطلعها، يديلك السيتا. هتروح تحسب طول الممبر عشان هتستخدمه في التصميم، طول الممبر ده بيساوي جذر ال 1.8 تربيع وال 1.4 تربيع، يدي لك الرقم ده. الاف ديزاين بتاعتك بدل انت 3 بانل فهتشيل تلتين ال 10 طن على ساين سيتا، احفظوها بقى، تلتين ال 10 طن على ساين سيتا يعني 6.67% على ساين سيتا، يدي لك الرقم ده. قلنا ان احنا هنفرض انجل في الدياجونال ممبر، بنفرض سنجل انجل. هنبدا بالفرض بتاعنا بانجل كبيره، مش لازم تبدا بحاجه صغيره عشان ما تبقاش انصيف وترجع تعوض تاني في المساله، فابدا بحاجه كبيره احسن. فانجل 120 في 12، هتروح تدخل الجداول التيبلز تطلع البروبرتيز بتاعتها، هتطلع الاريا وتطلع الار في، لان انت عندك هنا الانجل بيبقى اللي بيعمل لك باكلينج كريتيكال على الار في. انت عندك ار يو وار في، الار في دي هي دي الار في اللي بتطلع لك الكريتيكال، فانت برضه عايزك تحفظ الار في يعني في السنجل انجل، ان انت تدخل تجيب المينيموم من الار يو او الار في، هي الار يو الار في هي المينيموم. فتروح اول حاجه حل الكومبريشن ممبر كانك بتحل في سنه ثالثه، بس انت المره دي بتحل بالكود الاي اس دي. في ثالثه انت كنت بتتعامل مع اللود ريزيستنس فاكتور ديزاين، طب بكود الاي اس دي بتعمل خطوتين، ستيفنس كونديشن وستريس كونديشن. طيب بالنسبه للستيفنس كونديشن، هتروح تحسب اللاندا ماكسيموم بتساوي ال باكلينج على الار مينيموم. ال باكلينج بتاعتنا هي نفسها ال ممبر اللي انت مطلعها 2.28 متر، خطوه الاستيفنس بتعوض بالسنتي، يبقى 228 على الار في بتاعتك 2.35 اللي انت مطلعها من الجداول، اللي هي المينيموم يعني من الار يو والار في، المينيموم ار في هيطلع لك 97. الرقم ده انت المفروض تروح تقارنه ب 140. اللاندا ماكسيموم في كود الاي اس دي 140، على عكس في كود اللود ريزيستنس، كود اللود ريزيستنس 180، كود الاي اس دي ب 140. فاللاندا ماكسيمم طلعت اقل من 140، يبقى انت سيف ستيفنس كونديشن. طيب بعد كده تدخل في خطوه الاستريس كونديشن. انا داخل معايا اف ديزاين عارفها 8.45 طن، هتروح تحسب
في لما تدخل الكود هيقول لك عندك قيمتين على حسب اللاندا ماكسيمم. لو انت عندك اللاندا ماكسيمم اقل من 100 عوض في القانون ده، القانون ده اللي هو الالاوبل كومبريشن يعني. طيب لو انت عندك اللاندا ماكسيمم اكبر من 100 عوض في القانون ده. يبقى انت عندك قانونين الالاوبل كومبريشن. خلي بالي ان انا في الاستيفنس كونديشن كنت بقارن اللاندا ماكسيمم ب 140، لكن في الاستريس كونديشن لا، ده انا بقارن اللاندا ماكسيمم ب 100. فانت عندك حالتين، يا اما اللاندا ماكسيمم اقل من 100 تعوض هنا، يا اما اللاندا ماكسيمم اكبر من 100 فتعوض هنا. انا الحاله بتاعتي ان اللاندا ماكسيمم كانت ب 97 يعني اقل من 100، فاروح اعوض في اول قانون اللي هو ده. فلما رحت عوضت 1.6 ناقص الرقم ده في اللاندا ماكسيمم تربيع. طيب لحد كده انا عوضت في القانون. طيب في بقى ايه ده بقى؟ مضروب في فاكتور 85% في 6. 85% دي بتاعت ايه؟ قالك ان انت عندك الفورس بتاعتك، اللي بنعتبر دايما ان الفورس اللي جايه في البريسنج ممبر بتبقى فورس سكندري فورس. فقالك عشان هي فورس سكندري اضرب كده في فاكتور اللي هو 85%. دي دايما الممبرز بتاعت البريسنج دي ما بعتبرهاش مين ممبر، كاني كده بصمم سترينجر ولا كروس جردر، لا دي مش مين، ده مجرد سكندري ممبرز كده. فالسكندري ممبر دي دايما بنضرب فيها فاكتور 85%. طب ايه 6 دي بقى؟ لو الناس فاكره في الانجل واحنا في سنه ثالثه كنا بنقول لكم ان الفرصه بتاثر هنا، بس انا لما باجي اعمل كونكشن انا بعملها مع الرجل، صح ولا ايه؟ ببقى عامل كونكشن مع رجل واحده. ده معناه ايه؟ معناه ان انا عايز انقل الفورس من السي جي للبليت، البليت اللي انا مربط فيه الانجل بتاعتي، ما هي التربيطه ان انا بربط في بليت يعني. يبقى انا دلوقتي كان معايا انجل، والمفروض ان انا الكونكشن بتاعتي المفروض ان انا بحط كونكشن عشان انقل الفورس من السي جي للكونكشن. دي فكره الكونكشن زي ما قلت قبل كده السكشن اللي فات. طب عشان انقل الفورس للكونكشن دي بقى هعمل ايه؟ هتتنقل الفورس ومومنت. هل انا جبت سيره مومنت لحد دلوقتي؟ ما جبتش سيره مومنت. فقال لك خلاص مش انت ما اتكلمتش عن مومنت، فروح اضرب في 6. ماشي انت تتعامل مع كومبريشن بس اكسيال لود، بس معلش المفروض ان يبقى في مومنت بدل سنجل انجل، فتروح تضرب في 6. فهنا بعوض في الاف وركينج ده اللي هو الالاوبل بتاع الكومبريشن يعني، بس بعوض في القانون ده بس بضرب فيه ب 85% في 6. طب لو انا كنت في الحاله الثانيه لاندا ماكسيم اكبر من 100، هو نفس القانون برضو هتروح تضرب برضو ب 85% في 6، طلع لك الرقم ده. يبقى ده كده الاوبل ستريس بالنسبه لك. طب الاكتوال ستريس بقى ايه؟ بيساوي الاف ديزاين على الاريا، الاف ديزاين معاك الاريا مطلعها من التيبوس، طلع لك الرقم ده. الرقم ده اكبر من الاوبل بتاع الكومبريشن، يبقى انت كده الدياجونال ممبر الانجل ال 120 في 12 شايله لك الحمل وتمام ومفيش اي مشكله. حد عنده مشكله يا شباب في تصميم دياجونال ممبر؟ تمام يا باشمهندس. تمام لو سمحت يا باشمهندس. اتفضل. هي الاربعه بانل ايه المشكله لو حطيت الحمل في النص؟ طيب الاربعه بانل انا ما عنديش مشكله ان انت تحطي في النص. لو مثلا عندي هنا اربعه بانل اهو، انت هتحطي مثلا هنا والفيرتيكال هيشيل ال 10 طن كلهم، مفيش مشكله. طب بالنسبه للدياجونال، الدياجونال هتلاقيه ان هو عمره ما هيشيل ال 3 ارباع، هو هناك في الاربعه بانل كان شايل تقريبا 7.5 على ساين سيتا. لو انت عملتي كده هتلاقيه شايل تقريبا في حدود يعني اقل من 7، هتلاقيه شايل 5 او 6 على ساين سيتا. فانت كده في الفيرتيكال ما عندكيش مشكله، بس الدياجونال خلتيه يبقى قليل، مش هي دي الحاله اللي كريتيكال يعني بالنسبه لك. بس طب ما هو لو قليل ما هيبقى القطاع بتاعه اقل. طب ما كده لا مش اقل كويس يعني. طب معلش نرجع ليها ثواني. دلوقتي انت عايزه تحطي، انا عندي اربع بانل عايزه تحطي هنا ال 10 طن، صح كده؟ طب تمام، الفيرتيكال شال ال 10 طن والدياجنال دول شالوا اقل من اللي كان هيشيلها هنا. طيب افرضي انا بكره بقى ال 10 طن ديت مكانها ما جاتش هنا، مكانها كان هنا في المكان ده، فبقت الدياجونال ده شايل فورس انت مش مصممه عليها. احنا قلنا من اول السكشن ال 10 طن مكانها مش ثابت، ده شويه هنا وشويه هنا، انت مش عارفه هي مكانها فين. انت حطيتيها هنا شايلتي الفيرتيكال ماكسيمم، بس الدياجونال ما وصلتيهوش للماكسيمم برضو اللي ممكن يجي عليه في مره فعلا. هي دي الفكره. ماشي تمام.
نيجي بقى للفيرتيكال ممبر بتاعنا. قبل ما ندخل احنا اتفقنا ان هو شايل كومبريشن فورس وشايل مومنت. فدلوقتي الفيرتيكال هنعمل له اسيوم على طول يو بي ان. قلت لكم ببدا بقطاع تقيل من الاول احسن، فابداوا باليو بي ان 22 شايل فورس كومبريشن 10 طن وشايل مومنت بيساوي 10 في الاي، الاي اللي هي 1 من 10 لاتش السترينجر، او نريح دماغنا ونكتبها 4 سم وخلاص. 4 سم زائد 8 سم اللي هي الانجل 80 زائد الواحد سنتي اللي هو البليت الواحد سنتي زائد نص الاتش بتاع اليو بي ان، لان احنا من الاخر احنا عايزين ننقل الفورس من الابر فلانج للسنتر لاين اليو بي ان بتاعتنا. في الاخر طلع لي الرقم ده اللي مومنت 240 طن سنتي. نفس الحل تقريبا، ان انت بس الفكره ان انت عندك كروس سيكشن عليه كومبريشن ومومنت. فبالنسبه للستيفنس كونديشن، اللاند ماكسيمم بتاعتك ال باكلينج على ار مينيمم. ال باكلينج بتاعك ايه بقى؟ انت بتتعامل هنا مع فيرتيكال ممبر. طول الفيرتيكال ممبر ايه؟ هي المسافه اللي بتوين السترينجر ال 1.8 متر، يبقى 180 سنتي. على عندك هنا الار مينيمم حاجه من الاثنين في اليو بي ان، يا اما ار اكس يا اما ار واي. في اليو بي ان دايما المينيمم ار واي، حتى من غير ما تحفظها انت لما تدخل التيبلز هتطلع المينيمم من الاكس والواي هتلاقيها ار واي. هتعوض هنا هيطلع لك الرقم ده، الرقم ده بنقارنه ب 140، طلع اقل من 140 يبقى انت تمام في الاستيفنس كونديشن. للعلم الاستيفنس كونديشن ده ملوش اي علاقه بالاحمال، انا بعمل استيفنس كونديشن ببقى بس عايزه اطمن ان الممبر بتاعي ده النسبه ما بين الانيرشيا بتاعته والطول بتاعه فيها تناسب، بحيث ايه ممكن الممبر ده يا شباب هو مثلا في المصنع يتعرض لشويه احمال انت مش واخدها معاك، انت مش مصمم عليها. ممكن على فكره في الانجل مثلا عامل يقف على الانجل، ممكن تحصل، فالانجل دي تحصل لها شويه ديفورميشنز، ديفورميشنز دي تطلع لك سترينج اكشن زياده انت ما خدتهاش معاك في الاعتبار. فهو ده الاستفاده من الستيفنس كونديشن، انا بتاكد بس ان الممبر ابعاده مع الطول متناسبين بحيث ان هو يبقى شايل نفسه، يشيل بس اي حاجات خفيفه كده لو حصلت له قبل ما يتركب. ايه دي فكره الستيفنس كونديشن؟ يبقى للعلم الستيفنس كونديشن ملوش علاقه بالتحميل، ده ملوش اي علاقه بالاحمال اللي عندك. طيب بالنسبه للستريس كونديشن، هتروح تدخل، انا لحد دلوقتي ماشيه كاني كومبريشن فورس ممبر عليه اكسيال فورس، المومنت ده هيجي في الاخر. فبدخل برضو يبقى احنا دلوقتي ممكن نقسم الاستريس ده كونديشن، قسمه كده. اول حاجه كومبريشن دي رقم واحد، تدخل باللاند ماكسيموم تقارنها بالمية، اقل من المية يبقى انت اول قانون اللي هو بتاع الواحد وستة من عشرة، هتعوض في القانون ده يدي لك الرقم ده 1.8 طن على السنتيمتر تربيع. انا الفيرتيكال ممبر ده بالنسبه لي ما بعتبروش زي الدياجونال، الدياجونال ده شايل حاجه خفيفه بالنسبه للفيرتيكال، فالفيرتيكال ده ما بروحش اضربه 85%، ما بعتبروش سكندري ممبر. انا الفيرتيكال بالنسبه لي بعتبره فعلا مين، لان هو يعتبر شايل اللاترال شوك كله، هو يعتبر شايله كله على بعضه، فانا ما بروحش اضربه في 85%. طيب بالنسبه للاف اكشوال بتاعتي، الاف على الاريا ادتني الرقم ده، ده كده لحد دلوقتي انت في الكومبريشن. ممكن انت في الحته دي تقول له برضو تعمل تشيك كده ان الاف وركينج، ان الاف اكتشوال اقل من الوركينج، فانت كده مسيف كومبريشن، وقول له كده ادي لها رقم واحد انت سيف كومبريشن. طيب بعد كده بالنسبه للبندنج بقى بتاعك، المومنت اللي عندك، بالنسبه للمومنت هتروح تجيب الاف بندنج، فالاف بندنج بيساوي مومنت على الاستيك مودولس، بما اننا بنتعامل مع كود الاي اس دي فاحنا بنتعامل مع الاستيك مودولس. المومنت بتاعي 240 على الالاستيك مودولس يديني البندنج ستريس 98% طن على سنتيمتر تربيع. بعد كده الالاوبل بتاعي في البندنج الكومبريشن 58% اف يلد، اداني الرقم ده. فاحنا كده خلصنا خطوط البندنج، ان انت عندك ممكن برضو تقول له هنا كده، تقول له ان انت الاف بندنج بتاعك ده الاكتشوال اقل من الاف بندنج الالاوبل، فانت كده مسيف ستريس. طيب ثالث خطوه بقى كومبايند، ان انت اصلا ما ينفعش تروح تعمل تشيك على الكومبريشن لوحده ولا على البندنج لوحده، ما ينفعش، انت عندك كومبايند مومنت وكومبريشن. فتعمل ايه بقى؟ قال لك تروح تعمل تشيك على الكومبايند، ان الاسترس الاكتشوال بتاع الكومبريشن على الاسترس الالوبل زائد الاسترس الاكتشوال بتاع المومنت على الاسترس الالوبل مضروب في فاكتور اقل من 85%. انا كل القانون ده انا عارفاه ما عدا الفاكتور، فعشان اجيب الفاكتور قال لك بص بقى، في حالة إن الإف أكتشوال بتاع الكومبريشن على الألوبل أقل من 15% هناخد الفاكتور ده بواحد،
وفي حالة إن الاسترس الأكتشوال بتاع الكمبريشن على الألوبل أكبر من 15%، هتروح تحسب الـ A1. طب أنا الحالة بتاعتي اللي هي الـ F أكتشوال بتاعت الكمبريشن على الألوبل طلعت ب 0.247، يبقى أنا في كيس 2 اللي هي أكبر من 15%، هروح أحسب A1. فالـ A1 ده قانون مش حفظ على فكرة، القوانين مش حفظ، بس يعني أكيد أنت سهل قوي ان انت تحفظ 58% في يلد اللي هو الكمبريشن ستريس، يعني في البندنج سهل قوي ان انت تحفظ ام على اس اكس، دي اكيد هتبقى مش هتجيلك يعني. سهل برضو ان انت تحفظ تشيك الكومبايند، مش صعب، لكن القانون الاي واحد ده مش حفظ، هو هيجي لك على فكره في الورقه. فالاي واحد بتساوي السي على واحد ناقص اف اكتوال على اف اويلر اكس. طيب ايه السي دي بقى؟ هو احنا اصلا الاي واحد دي متاخده عشان تاخد في تاثيرها شويه حاجات كده. اول حاجه ان هي واخده تاثير السي، السي ده يا شباب اللي هو معامل تصحيح العزم. انا دلوقتي القوانين بتاعتنا في الاكواد دايما بتبقى معتبره ان العزم يونيفورم على الكاميرا او على الممبر، يعني ان العزم كده من الاول للاخر قيمه ثابته، ده ما بيحصلش، العزم ما بيبقاش قيمه ثابته ولا حاجه. فقال لك ان انا بروح اخد قيمه السي 85%. السي دي قيمة كده ثابتة تكتبها 85% على واحد ناقص اف اكتشوال على اف اويلر اكس، فالاف اكتشوال بتاعتك اللي انت اصلا حاسبها اللي هي دي 267 بتعوض بالكمبريشن، اف اكتشوال كومبريشن على الاف اويلر اكس، ده كده قانون الاف اويلر اكس، معلش هنكتبه نكتبه بس في الجنب مع بعض كده، بيساوي 7500 على اللمضة اكس تربيع. الاف اويلر اكس ده 7500 على لندا اكس تربيع، لندا اكس مش لندا ماكسيموم، انا ما قلتش لندا ماكسيموم، بقول لندا اكس. فانت هنا بتروح تعوض باللندا اكس مكانها، بتحط ال باكلينج اللي هو ال بتاعك يعني ال 180 على ار اكس تربيع. انا بتكلم على لندا اكس تربيع، فالناس تكتب ده في جنب بس. فلما تروح تعوض في القانون طلع لك الرقم ده، يبقى انت كده جبت قيمه الاي واحد. هتروح بقى تعمل تشيك على الكومبايند، تعوض بالالاوبل والاكتشوال في الكومبريشن زائد الاكتشوال على الالاوبل في المومنت مضروب في الاي واحد اللي انت لسه حاسبها، طلع لك الرقم ده. الرقم ده اللي التشيك بتاعي بيقول لي ان هو لازم يطلع اقل من 85%، طلع اقل من 85% يبقى انت سيف. طب افرض طلع اكبر، خلاص روح كبر القطاع بتاعك، كبر اليو بي ان، وهو هنا يعني شفتوا احنا فرضناها اكبر حاجه وطلع لك يعني قريبه قريبه من الكومبايند. دايما مشكله الكومبايند ان الاستريس دايما بتلاقيه طالع يعني بالظبط كريتيكال فعلا، فالناس تبدا انها تفرض باليو بي ان 220. حد عنده مشكله يا شباب في تصميم الفيرتيكال ممبر؟ طيب نيجي بقى هنا تاني جزء في السكشن، ان ممكن الدكتور يجي يقول لي ايه، يقول لي اعمل لي شويه سكتشات كده للبريسنج بتاعتك. انت ماشي صممتها، بس للعلم احنا ما صممناش كونكشن على فكره، احنا صممنا بس صممنا الممبر لكن ما صممناش كونكشن. بس هو يقول لك معلش اعمل لي شويه سكتشات اشوف بس ان انت فاهم شكل الكونكشن. يعني الدكتور مش هيبقى طالب منك ابعاد كونكشن بقى وعدد مسامير، لا مش هنعمل كده، ده اسمه سكتش. طيب لو انا عندي الجوينت اللي هي بتوين الفيرتيكال والسترينجر، فلو جيت طلعتها كده بشكل 3 دي عشان افهم منه، انا قلت من الاول خالص اي ممبر عندي بربطه مع بليت، والبليت ده عشان اربطه مع السترينجر بربطه بانجل، يبقى دي كده التوتال في الاخر. اي ممبر عندي هربطه في بليت بمسامير، والبليت ده عشان يتربط مع الممبر اصلا انا عايز اربط فيه مع السترينجر يعني هربطه بايه؟ هربطه بانجل. فانا جيت عملت هنا كده، والله جبت الفيرتيكال ممبر بتاعي اليو بي ان بتاعتي عشان اربطها مع السترينجر دي يا شباب، اربطها بايه؟ اربطها ببليت. فجبت البليت ده، البليت ده ربطته بمسامير، يبقى انا كده بقى عندي يو بي ان وبليت. طب بس لسه ما البليت ده لازم يتربط بقى مع السترينجر، يتربط بايه بقى؟ يتربط بانجل. فالانجل من ناحيه من رجلي مربوطه مع البليت، ومن الرجل الثانيه بقت مربوطه مع السترينجر. بس قال لك انا في اليو بي ان ببقى عايز اعمل لها شويه ستيفننج، فبقوم رايح حاطط في ظهرها انجل كمان، فبيروح مزود في ظهر الانجل في ظهر اليو بي ان بتاعتك انجل. فالانجل دي تبقى 150 في 100 في 10، ال 150 دي اللي هي الرجل اللي متربطه مع اليو بي ان، وال 100 اللي هي الرجل اللي متربطه مع السترينجر. بيبقى واخد هنا ايه زي ايه
زي الشطفة بس هنا كده، يعني مثلا لو دي 150 ممكن تلاقي ان دي تقريبا 75 ولا حاجة، النص يعني، ويقوم موصل كده زي شطفة. يبقى انا دلوقتي ايه هي الكونكشن الرئيسية في الفيرتيكال ممبر؟ ان الفيرتيكال ممبر بربطه ببليد بمسامير، البليد ده عشان يروح للسترنجر بربطه بانجل، وعشان ازود بس التدعيم لليو بي ان بروح حاطط في ظهرها انجل، الانجل دي ان ايكوال انجل اللي في ظهر اليو بي ان الرجل بتاعتها 150، واللي متربطه مع السترنجر الرجل بتاعتها 100، وبقوم رايح ايه واخد شطفه كده. وبالنسبه لاي انجل بعد كده انا هتكلم عنها هقول لكم انها انجل 80 على طول. دي كده بالنسبه للجوينت اللي هي ما بين الفيرتيكال وما بين السترنجر. انا عايزه بس الناس تبقى عينيها واخده على المنظر ده عشان لما تيجي تعمل سكتشات يبقى سهل بالنسبه لها، وانا هوريكم ازاي نعمل سكتشات. الرسم ده بسكيل؟ لا بقول لك سكتشات ولا سكيل ولا اي حاجه، ولا طلبه منك حتى ابعاد، انا بس بقول بشوف الدكتور يعني هيبقى طالبها لو جابها هتبقى سكتش، ان انت بس بترسم حاجه ان انت بس يعني مفهومه بالنسبه لك وانت بتكتب، مفهوم ان انت يعني على قد مساحه الورقه بس. طيب بالنسبه للديتيل بقى اللي هي ما بين الفيرتيكال ممبر ومعاها كمان داخل معاها الدايجونال ممبر، والله بالنسبه للفيرتيكال ممبر اليو بي ان فانا عارف الديتيله بتاعتها اللي هي ايه، يعني اللي هي والله بربطها ببليت فجبت بليت، وبربط في ظهرها انجل فجبت انجل، والبليت ده عشان اربطه مع السترنجر بربطه بانجل. طب بالنسبه للدايجونال ممبر هدخله مع البليت بمسامير، هو بليت يا شباب بجمع عليها الممبرز بتاعتي واقوم رايح مربطها في السترنجر بانجل، هي دي فكره الكونكشن، كانك في كونكشن التراس عادي، بليته تجمع عليها المسامير الممبرز بتاعتك، وفي نفس الوقت بعد كده تربطها في الويب اللي انت عايز تربطه فيه بانجل، هي دي فكره الكونكشن، ما فيهاش اي حاجه على فكره. طيب لو انا عندي بقى الكونكشن اللي هي ما بين الجزء اللي هو ما بين جايب عندك الكروس جردر وسترينجر يمينها وشمالها، هو لو انا بتكلم ان ما بتكلمش على سترينجر بريسنج فدي الكونكشن اللي خدناها المره اللي فاتت، ان كان عندي كروس جردر وسترينجر يمين وشمال، السترينجر اليمين وشمال دي كنا بنحط لها لو انا كنت توريزست شير بحط لها الانجلز دي الاربعه دي اللي هي واحد اتنين وفي اتنين في ظهرهم، دي كانت الكونكشن بتاعت المره اللي فاتت. طب بالنسبه للكونكشن الجديد ده بقى اللي انا مش هصممها على فكره، انا بتكلم في سكتشات، داخل معايا هنا فيها دياجونال ممبر كمان، طب الدياجونال ممبر دي بقى احطها ازاي؟ ما هو ممبر بربطه في بليت، البليت ده المفروض ان هو محتاج يتربط هنا فين في كام مكان؟ يتربط في مكانين مع السترينجر ومع الكروس جردر، فحطيت له انجل، انجل هنا وانجل هنا، وعملت له زي شطفه كده من هنا عشان بس الانجل الرئيسيه بتاعت الكونكشن بتاعت السترينجر والكروس جردر، يبقى برضه بليت جبته ربطت فيه الدياجونال ممبر بتاعي، بس خدت بالي ان انا هنا محتاج البليته دي اربطها في مكانين مع السترينجر ومع الكروس جردر، فرحت فعلا حطيت لها تو انجل، انجل الناحيه دي وانجل الناحيه دي، وهوريها لكم بالتفصيل بعدين. طيب لو انا عندي جوينت، لو انا بتكلم عن الجوينت اللي فوق، بص في البلان تحت بتكلم عن الجوينت اللي فوق، فبرضو عندي ايه اهي اليو بي ان، هربطها بايه؟ ربطتها ببليت، هو ده البليت. طب بعد كده البليت ده عشان يتربط مع السترينجر ربطته بايه؟ ربطته بانجل، هي دي الانجل، دي كده الكونكشن بتاعتي، اليو بي ان ظهرها متربط فيه انجل، هتلاقيها ظاهره هنا مش باينه قوي، تلاقيها ظاهره في ظهرها كده، يبقى دي كده اول كونكشن. طب بالنسبه للكونكشن اللي تحت ظاهر عندي فيها ايه؟ ظاهر عندي فيرتيكال واتنين دياجونال، طب اعملها ازاي دي؟ ما الفيرتيكال حطيته وربطته ببليت، وجبت بقيه الدياجونال وجمعته مع البليته بتاعتي، كاني بعمل كونكشن تراس عاديه خالص، وفي الاخر خالص عشان اربط البليته دي مع الويب بتاع السترينجر ربطته بانجل، هي دي بس الفكره. طيب لو انا واخد سيكشن ده كده اللي احنا كنا بنحسب بيه المومنت بتاع الدياجونال في الاول خالص، لما قلت لكم ان انا ببعد 4 سنتي بحط الانجل بتاعتي بعد كده البليت بعد كده اليو بي ان، يبقى لو بنراجع اليو بي ان متربطه في بليت، البليت ده عشان يتربط مع الويب حطيت له انجل، الانجل دي متربطه في الرجلين الاثنين، واحده مع البليت وواحده مع الويب، وفي الاخر خالص ما انساش ان انا بدعم ظهر الشانل بتاعتي بانجل، انجل ان ايكوال انجل 150 في 100. دي كده الديتيلز بتاعتي. الكونكشن اللي هي بتاعه السترينجر والكروس جردر، لو دي كده الكروس جردر ودي السترينجر، فبرضه عندي دياجونال ممبر يمين وشمال، جبت الدياجونال ربطه في بليت، بس البليت ده محتاج يتربط في مكانين مع الويب ده ومع الويب ده، فحطيت انجل هنا وانجل هنا،
وجيت عملت زي شطفه هنا كده عشان ايه؟ عشان انا عندي اصلا كونكشن رئيسيه، لو الناس فاكره بتاعت المره اللي فاتت اللي هي بتوين سترينجر وكروس جردل. في ناس ممكن تقول لك ما بنعملش كده، يقول لك ايه؟ مش انت عندك اللي هي الانجل اللي جوه دي، الانجل اللي هي بتاعت الكونكشن الرئيسيه، وانت محتاج تجيب بليت هنا عشان تربط فيه الدايجونال، يقول لك لا ده انا هفرغ مكان الانجل واعمل البليت كده، يقول لك انا هفرغ مكان الانجل، يعني ما يشطفش كده، لا يفرغ مكان الانجل. طبعا ده صعب، ده اسهل بكتير ان انت تعمل كده. لو جيت تاخد قطاع هنا فايه اللي هيظهر لك؟ يظهر لك ان انت واخد قطاع في الكروس جيردر، يمينها وشمالها الاسترينجر. طبعا دي الكونكشن الرئيسيه بتاعتنا خلاص، اللي هي دي كده، دي الكونكشن بتاعتنا بتاعت المره اللي فاتت. ظاهر بس البليته دي هتلاقي ظاهر لك هنا، اللي هي ايه؟ المفروض ان انا متربط هنا في الاتجاه الاوت اوف بلان كده، متربط فيها دايجونال ممبر، ويظهر لك عندك الانجل دي اللي هي اللي هي مربطه البليت مع الاسترينجر، وفي انجل هنا في الجنب هنا صغيره كده، الانجل دي هي دي اللي هي مربطه لك البليت مع الويب بتاع الكروس جيردر. عايزه الناس تبص في كامل السلايد دي كده، يعني تخلي بس عينيها تاخد على الشكل، لكن هي من الاخر ما فيهاش حاجه. انت بتجيب بليت تجمع فيه الممبرز بتاعتك، وعشان تربطه مع الويبات الرئيسيه بتاعت السترينجر او الكروس جيردر بتربطه بانجل بس كده. ده كده السكشن بتاع اليو بي ان. اليو بي ان في ظهرها انجل وفوقها بليت، والبليت ده متربط بانجل فوق. كلام بقى بيتعاد تاني. طيب لو انا جالي اكزامبل هيجيلي ازاي بقى؟ هيقول لي سكتش ديتيلز فور سترينجر بريسنج. هو ممكن يبقى نفس الاكزامبل اللي هو اكزامبل واحد اللي احنا كنا بنصمم فيه، يعني يقول لك ديزاين اند سكتش في نفس المثال، يعني ما يجيبلكش مثال تاني. وبيطالب ايه بقى في السكتشات؟ طالب كذا حاجه، طالب بلان وسكشن كده ايه وبي، هو موضحهم لي. جايب لي كده بلان صغير زي اللي بتاع اللي اوت كده، ظاهر عليه ايه البلان ده؟ ظاهر عليه السترينجرز بتاعتك، السترينجر تبقى مرتكز على كروس جيردر، دي كده كروس جيردر هي مكتوبه اهي على الكروس جيردر. وجايب لك بس ايه؟ الباكيه اللي هي بتوين الكروس جيردر. الباكيه دي عباره عن تو بانل من السترينجر بريسج. اول حاجه نرسم البلان، يعني بيقول لك ارسم البلان ده، بس خلي بالك ان هو ممكن يقول لك يجيب لك بلان زي ما في المحاضره، يقول لك ايه؟ يقول لك ياخد قطاع هنا كده ويقول لك ارسم البلان ده كده، هيبقى البلان بتاع السترينجر بريسنج. ممكن يقول لك خد قطاع فوق كده ويقول لك ارسم البلان بتاع اللي احنا خدناه المره اللي فاتت بتاع الابر بليت، لو الناس فاكره لما كنا بنرسم البلان يبقى وضح الابر بليت. لو اخد لك القطاع ده كده، ده كده القطاع بتاع الابر بليت، لكن القطاع اللي جوه ده كده القطاع بتاع السترينجر بريسنج. نسمع بس الاذان. Oh.
ماشي يا شباب، يبقى هو ممكن دلوقتي يجيب لي كذا قطاع، يقول لك خد قطاع ارسم عليه بلان سترينجر بريسنج، ويقول لك خد قطاع ارسم عليه بلان كونكشن اللي هو بتوين السترينجر والكروس جيردر. ده لو جات لك كده هترسم نفس البلانات بتاعت المره اللي فاتت، اللي احنا كنا البلان اللي كنا بنوضح عليه الابر بليت، والبلان اللي كنا بنوضح عليه اللور بليت. ده كده الجزء الثاني، ده انا مش عاملاه، ده انا هشتغل فيه النهارده اللي هو بتاع السترينجر بريسنج. فلما يديني بقى بالشكل ده عايزني ارسم بلان للسترينجر بريسنج، اللي هو بلان ده يعني ارسمه ازاي بقى؟ بس خلي بالي ان هو قاطع في الايه، في السترينجر دي كده، السترينجر دي كده الكروس جيردر، هو قاطع في السترينجر. يبقى انا هقطع هنا وابص تحت، ارسم ايه بقى لما اقطع هنا؟ فانا دلوقتي قاطع في الويب بتاع السترينجر، فهرسم الويب بتاع السترينجر وهرسمه كانه خط السوليد ده لان انا قاطع فيه، فهرسم الويب بتاع السترينجر وابعد مسافه اللي هي السبيسنج بتوين السترينجر، اللي هي المسافه اللي هي 1.8 متر يعني، وارسم الويب بتاني بتاع السترينجر اللي قصادها. بعد كده اروح ارسم الفلانجه بتاعت السترينج. طيب تمام، لان انا وانا باصص هنا فقطعت في الويب وظهر لي فلانجه. طب وبعدين تروح ترسم بقى الكروس جيردر بتاعتك، انت برضو قاطع في الويب بتاع الكروس جيردر، فتروح ترسم الكروس جيردر الويب بتاعها وتبعد مسافه اللي هي السبيسنج بتوين الكروس جيردر. يعني لو احنا هنشتغل على مثلا 3 متر ولا حاجه، فتكتب له هنا كده 3 متر. طبعا دي سكتشات، ما بقولش ترسم بسكيل، بس يعني الرسم نظيف يعني مفهوم. طيب بعد كده لما قطعت هنا فاضل لك هنا برضو الفلانجه بتاعه الكروس جيردر، تروح تنسبها وتحطها. طبعا يعني ان الفلانجه المفروض هتبقى داخله هنا بخطوط داش، فانا بس عشان ما اعكش الدنيا، فانت يعني تبقى موضح له ان طبعا فلانجه اللور فلانجه في الاسترينجر بتبقى داخله مرتكزه على ويب الكروس جيردر زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، فطبعا فلانجه الكروس جيردر هتبقى تحتها، المفروض يبقى هنا في خط داش بس عشان الدنيا ما تتعكش مننا. زي ما عملت هنا هتعمل ناحيه اليمين، يبقى كده رسمت ايه السترينجر والكروس جيردر بتاعتك. دي طبعا السترينجر، دي طبعا الكروس جيردر. طيب بعد كده بقى تروح تحط السنتر لاين، دي خطوط القطع يعني. بعد كده تروح تحط السنتر لاين بتاع السترينجر بريسنج، دي ما فيهاش مشكله برضو ان انت تحط سنتر لاين سترينجر بريسنج. طبعا خط خفيف خالص يعني، مش زي ما انا رسمها كده، خط خفيف قوي انت بس تبقى شايفه. طيب بعد كده بقى، بعد ما حطيت السناتر دي روح حط الممبرز بتاعتك. فبالنسبه للممبر الفيرتيكال انا عارف ان هو يو بي ان، اليو بي ان بالشكل ده يا شباب. فلما اجي ابص كده وارسمها هتظهر لي ازاي؟ ظهر لي خطين سوليد بره وخط داش جوه. طبعا هنا في بقى خطوط داش وسوليد، دي عشان تسهيل ليا انا بس في الرسم، في الاخر انت هتعرف بقى ايه اللي هيبقى متخبي فيظهر داش وهكذا، بس انت عارف ان اليو بي ان هتظهر لك 3 خطوط مبدئيا، يعني المفروض انها تظهر بالشكل ده من الاول للاخر، بس هنا تلاقيني عامله هنا خطوط داش عشان البليت هيبقى مغطي عليها. بس المهم رسمنا اليو بي ان بتاعتنا. طيب بعد ما نخلص رسم الفيرتيكال نرسم الدياجونال. طب الدياجونال عباره عن ايه؟ الدياجونال عباره عن انجل. طب لما تيجي ترسم انجل ولنفرض انها محطوطه كده، لما تيجي ترسم انجل فهتظهر لك خط سوليد اللي بره خطوط سوليد واللي جوه خط داش زي ما انا رسمه. طبعا ان رجل الانجل فوق ولا تحت مش فارقه، اصل هو منه على المستوى الافقي فمش فارقه. بعد ما تخلص رسم الممبرز بتاعتك بقى، خلي بالنا ان اليو بي ان مرتكزه على وش الويب، اليو بي ان فيرتيكال ممبر بيبقى مرتكز على وش الويب بتاع السترينجر. طيب بالنسبه للانجل فانا رحت رسمتها بحيث ان انا ببقى باعد من هنا ومن هنا مسافات خلوص كده 2 سنتي، ده ليكم يعني نفس خطوات وانت بترسم على فكره الترس لو الناس فاكره. طيب بعد كده تروح تحط على كل ممبر من ده تحط لي مسمارين او 3 يعني اللي انت عايزه زي ما تقفل معاك، بس حط مسمارين او 3 بحيث ان انت يعني بالويم كده بعينيك ان ما بينها يعني بتاع 10 سنتي يعني على الورقه، بتاع اقل من 1 سنتي على الورقه وانت بتحل. روح حط لي مسمارين على كل ممبر. طب بعد ما حطيت مسمارين على كل ممبر روح قفل لي بقى ايه، احنا عارفين ان كل ممبر من دول هيبقى متربط عليه بليت، البليت ده ممسوك مع الويب بانجل، روح حط لي الانجل دي للتسهيل ان انت تحط الانجل، فالانجل دي هتبقى كانك رفرفه مسمار يمين وشمال. طب وبالنسبه لهنا للاضلاع الدياجونال، الدياجونال انا عارف ان في انجل
اتنين انجل هيربطوا مع البليت، عشان انا عندي البليت هنا متربط من ناحيه مع ويب السترينجر ومن ناحيه مع ويب الكروس جردر. فقال لك ايه؟ هتروح تحطي لي اتنين انجل. طب الانجل دي يا باشمهندسه قد ايه يعني؟ ما انا قلت لكم اي انجل من دي 80 في 8. الاطوال دي بقى قد ايه؟ ما انا بقول لك ان الانجل دي هتبقى شايله 3 مسامير، يعني قلنا بقول لك 3 في 10 30 سم، يعني على اللوحه على الورقه قصدي 3 سم يعني. طب وبالنسبه للانجل دي؟ يعني بتاع 2 سم على الورقه. انت وايديك بقى. طيب زي ما عملت فوق هتعمل تحت برضو، انت هنا هيبقى عندك محتاج هنا انجل. طيب بعد ما خلصت الانجل روح حط لي بليتات بقى، بس خلي بالك ان الانجل دي متربطه بمسامير مع البليت اللي هنا ومتربطه مع مسامير مع الويب. فزي ما حطيت المسامير الافقيه حط لي المسامير اللي مع الويب. طيب رحت حطيت المسامير اللي مع الويب، كل الانجل بعمل فيها كده، بروح احط المسامير اللي مع الويب. طيب بعد كده بقى روح اقفل البليت. اقفل البليت ازاي بقى يا باشمهندسه؟ قال لك هتبعد من المسمار ده يعني مسافه كده بعينيك، كانها نص المسافه اللي جوه، نص المسافه دي هتبعدها بعينيك كده، وتروح تقفل البليت مع الانجل ده. مفيش مشكله لحد دلوقتي، ما انت كده قفلت البليت. طب وبالنسبه لهنا هتروح برضو تبعد مسافه كانها نص المسافه اللي جوه، وتروح تقفل البليت عمودي دايما في الممبر اللي هو متربط ببولت كونكشن. تقفيله البليت بتبقى عموديه عليه، بتبقى كانها خط كده عمودي على الممبر. طيب تجمع تقفيله البليت ازاي؟ تطلع بخط راسي وافقي، يبقى انت كده قفلت البليت بتاعك. وزي ما قلت لكم ان انا هيبقى عندي هنا اصلا كونكشن رئيسيه ما بين السترينجر والكروس جردر، فبعمل زي ايه؟ زي شطفه كده في البليت بتاعي، يبقى انا كده قفلت البليت. نفس اللي عملته هنا كرره الناحيه الثانيه. طب وبالنسبه لتحت؟ والله هقفل بالبليت من هنا خط كده افقي، وهمده يمين وشمال لحد ما يضرب في الانجل اللي يمينها وشمالها، وبعد كده اقفل برده بخط عمودي على الانجل زي ما قلت لكم بنقفل بخط عمودي. طب وبعد كده انزل بقى بخط راسي لحد ما يقفل مع الانجل الرئيسيه اللي هي اصلا بتنقل لي للويب ده. بعد كده يا شباب ما انساش ان انا اصلا كان عندي كونكشن ما بين السترينجر والكروس جردر، فاروح اوضح له الاربع انجل اللي انا اصلا كانوا شايلين لي الشير كونكشن، اروح احطهم. رحت حطيتهم. لو خدنا بالنا من حاجه ممكن حد يقول لي خلي بالك يا هندسه ده الانجل دي داخله فوق الممبر ده. لا هقول لك من الانجل دي فوق، الممبر ده تحت البليت، لكن الانجل دي فوق البليت. كل الممبرز اللي انت شايفها دي تحت البليت، كل الانجلز اللي انت شايفها دي فوق البليت. عشان كده انا من الاول خالص كنت عامله خطوط داش تحت البليت. بس خلي بالك ان مثلا الفلانجه بتاعت السترينجر دي المفروض ان هي داخله تحت البليت، فالمفروض ان ده يبقى داش. فانت وانت بترسم بقى تبقى واخد بالك يعني الحاجات دي كده. بالنسبه للايه؟ للبليتات بتاعتي. طيب ما انساش برده ان انا اليو بي ان ظهرها كنت حاطط فيها انجل متربطه بمسمارين مع الويب هنا، ومتربطه بمسمار مع ويب الكروز السترينجر. فروحت حطيت الانجل اللي انا ايه حاططها بعمل بيها ستيفننج للويب بتاع اليو بي ان. بعد كده بقى تروح تروق على الرسمه بتاعتك، تقول له دي كروز جردر قطعها كذا لو معاك القطاع يعني، لو مش معاك اكتب عليها وخلاص كروز جردر. تحط ابعاد لو معاك ابعاد، تقول له ان انت مستخدم هنا الانجل بتاعت الدياجونال انجل 120 في 12، تقول له انت مستخدم انجل اليو بي ان 220 وهكذا. تقول له ان انت هنا مستخدم الانجل اللي في ظهر اليو بي ان 150، تقول له ان الانجل دي 80، حاجات بقى خلاص انت كلها حافظها اصلا. يبقى ده كده البلان اللي هو طالبه. يبقى انا رسمت البلان ازاي يا شباب؟ والله رسمت السترينجر والكروس جردر بتاعتي، ووضحت له ان السترينجر مرتكزه على الويب بتاع الكروس جردر لان انا واخد قطاع، فموضح لي اللي هو الفلانج مش الابر. بعد كده رسمت سنتر لاين للممبرز السترينجر بريسنج بتاعتي. بعد كده رحت رسمت الممبر بتاعتي كلها، رسمت الفيرتيكال والدياجونال. بعد ما رسمتها رحت قلت لكم رصوا لي مسمارين او ثلاثه في كل ممبر، في اوله ونهايته، اول ونهايه كل ممبر رصوا لي مسمارين او ثلاثه. بعد كده تعمل ايه؟ انا عارف ان انا محتاج انجل مع كل بليت، فقبل ما اقفل البليتات بتاعتي رحت حطيت الانجل بالمره. فالدياجونال الفيرتيكال محتاج هنا انجل بثلاث مسامير، يعني مسمار عليه ومسمارين يمين وشمال، وهنا برضو ممكن تبداها ثلاث مسامير، بس هتلاقي ان الممبر ده انت بتحط الانجل بحيث ان هو يقفل لك مع كل كونكشن. انا هنا ليه كبرت الانجل؟ عشان كان عندي انجل بره هنا. بعد كده تروح تحط بقيه الانجلز، انت عارف ان دايجونال هنا محتاج اتنين انجل عشان هو البليت بتاعه هيبقى متربط في اتنين ويب، اللي هو الويب بتاع السترينجر والويب بتاع الكروس جردر. بعد كده تقفيله البليت ده مفيش اسهل منها.
حد عنده مشكلة الشباب هنا؟ طبعا المنبر دي بقى هي نفسها دي، فانا ما قررتهاش بقى. نعم هو من اول هنا ده هو اللي بيجي في الامتحان صح، انما الباقي ده كان كله فهم اللي هي الرسومات اللي قبل كده دي صح. الرسومات اللي قبل كده عشان تخليك تعرف تتخيل اللي انا برسمه ده اه بس، تمام لكن هو لو جاب سكتش انت هتعمل زي ما انا الخطوات اللي انا قلت لك عليها دي. تمام طب لو مش مطلوب هرسم منك طبعا رسومات 3D، لا لا. تمام، طب اللي هو لو هرسم اللي هو الابر بليد ده هرسمه على نفس الرسمه ولا ارسمه في والله هو الدكتور في المحاضرة كان رسمه على نفس الرسمة، يعني كان واخد كده باكية للسترينجر، واخد الباكية اللي بعدها عامل فيها، يعني ممكن تبعد تعمل هنا خط قطع كده، الخط ده مثلا خد خط كمان جنبه تمام كده، وكمل بحيث ان انت واخد بقى بترسم البلان بتاع الأبر زي المرة اللي فاتت. وصلت؟ اه تمام يا باشمهندس. وكان واخد برضو عامل الباكية اللي بعدها كان عامل فيها اللور بليت، ده معناه ان هو كان طالب الابر واللور، الناس تبقى واخده بالها. تمام يا باشمهندس. طيب في نفس السؤال كان طالب مني كمان سيكشن بقى، انا كده رسمت البلان، كان طالب مني سيكشن هنا، سيكشن بي. سيكشن بي ده قاطع في ايه بقى؟ ده قاطع في الكروس جردر. نكمل كده، ده كده سيكشن بي، هتلاقي ان هو قاطع في الكروس جردر دي. الكروس جردر دي تبقى مرتكزه، قصدي مرتكز عليها السترينجر يعني، بس هو قاطع في الكروس جردر. فايه اللي يظهر عندي؟ يظهر عندي كروس جردر الاثنين اللي هو قاطع فيهم. طيب وبعدين لما اجي ابص هنا، هلا هبص هلاقي وش السترينجر بالويب بتاعه، فاروح ارسم السترينجر نفس الرسمه بتاعت المره اللي فاتت لما كنا بنرسم الكروس جردر، وحواليها يمينها وشمالها السترينجر، وكنا بنقول دايما ان هتلاقي ان الفلانجه مقطوعه، مقطوعه هنا عشان مش هي اللي بتكمل، بخليها بقى بما انها بنفس المستوى على نفس المستوى بتاع الكروس جردر فما بتكملش، فبضطر ان انا اقطعها. طب انزل هنا قد ايه؟ لو القطاع بتاعك هوت رولد هتلاقي ان انت بتنزل بعد بس المسافه بتاعت الكيرفتشر. طب لو القطاع بتاعك بيلت اب تسيب بس مسافه خلوص ولا حاجه، او لو بالاصح فعلا ان انت بس تسيب مسافه اللحام، المفروض ان انت في قطاع بيلت اب بتبقى لاحم في الفلانجه مع الويب، فتسيب مسافه اللحام، يعني اللحام ده ولا حاجه ممكن يبقى في حدود، ممكن يبقى سيب مثلا 5 سم، 5 سم الحين، 5 سم على الورقة دي على فكرة بتاع نص ملي ولا حاجة، حاجة أصلا مش متشافة، فأنت على الورقة هنتفق مع بعض بتاع 2 ملي ولا حاجة على الورقة، يعني ده سيب لحد نص سنتي على الورقة في الحتة المسافة دي وخلاص، بس هي في الحقيقة إن أنت بتعدي اللحام يعني. طيب يبقى أنا دلوقتي هنا لما جيت قطعت هنا، قطعت في كروس جردر فرسمته، وقطعت طبعا انا شايف السترينجر فرسمتها. طيب وبعدين بقى يظهر لك بشكل رئيسي هنا الضلع الفيرتيكال، طبعا ده خط قطع خلاص. اه ما انساش ان انت بعد ما ترسم توضح له ان انت اصلا انت عارف ان في هنا بريس، ان في هنا كونكشن بتوين سترينجر اند كروس جردر، نفس اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، عندك شير كونكشن، عندك مومنت كونكشن اللي هي مع الابر فلانج مع اللور فلانج. الناس على فكرة الحاجات دي مش صعبة خالص، ده بسكتش بإيدك كده ما بياخدش 5 دقايق على فكرة، يعني لو حد ايديه حلوة مش لازم يمسك مسطرة، أنا عن نفسي ما كنتش بمسك مسطرة عمري، فلو حد ايديه حلوة ما يمسكش مسطرة حتى هو بيرسم. نفس اللي عملته هنا تعمله مع الايه الناحية التانية. طيب دي كده الكونكشن اللي احنا معروفة من المرة اللي فاتت اللي هي بتوين سترينجر وكروس جيردر، لأن لما قطعت هنا هشوفها. طب ايه كمان بقى هشوفه؟ هشوف بشكل، تكتب بقى ان عندك دي كروس جردر، لو عندك اسمها اكتبها ان هي اتش اي بي كذا، سترينجر يو بي اي بي اي كذا وهكذا. طيب ايه بقى اللي انا بقول لك عليه يظهر لك بشكل رئيسي في القطاع ده؟ يظهر لك بشكل رئيسي الممبر اللي هو الفيرتيكال ده، الفيرتيكال ده يو بي ان، فلما تيجي تقطع فيه هنا تظهر لك اليو بي ان فعلا. طيب بعد كده يعني اليو بي ان دي بقى الكونكشن بتاعتها شكلها ايه؟ قلت انها تبقى متربطه مع بليت، والبليت ده متربط بانجل مع الويب بتاع السترينجر، وبعمل ستيفننج لظهر اليو بي ان او للويب بتاعها يعني بانجل في ظهرها. طب يظهر الكلام ده ازاي؟ يظهر بليت، البليت ده طبعا بيبقى مسامير مع اليو بي ان، بعد كده يظهر عندي الانجل اللي فوق، الانجل دي تبقى متربطه بمسامير مع الويب بتاع السترينجر وبمسامير مع البليت. بعد كده انا ببقى بقول ان انا ببقى عامله زي ستيفننج بس الظهر اليو بي ان، فبحط ايه معاها انجل، الانجل دي تبقى 150 في 100 زي ما قلنا، ال 150 اللي هي في ظهر الويب وال 100 اللي هي في وشكم، يعني دي كده ال 100،
حط لك بقى هنا 3 مسامير 3 4 مسامير ولا حاجة، وهنا نبقى حاطين 4 مسامير، 2 في الصف هنا و2 هنا. طيب ده كده اللي يظهر لك بشكل أساسي. إيه اللي يظهر لك تاني بقى؟ أنا كنت قاطع في الدياجونال، بس الدياجونال بصراحة هو مش هيظهر، يعني عشان الناس ما تتعبش نفسها، أصل لو جيت أرسمه هيبقى الصور المفروض إن هو يعني هيبقى عك قوي في الحتة دي، فإحنا ما بنرسموش، إحنا بنرسم بس الكونكشن بتاعته. فلما احط هنا الكونكشن بتاعته، انا كنت اصلا حاطط له هناك بليد، والبليد ده كنت ببقى مربطه باتنين انجل، واحده مع الويب ده وواحده مع الويب ده، فتظهر لي فعلا هنا الانجل متربطه بمسامير مع الويب ده وبمسامير مع البليد، ونفس هنا الناحيه المفروض ان هنا في كمان واحد، فانا رسمت ده ورسمت ده برضو بليد وبانجل مع الويب ده ومسامير هنا وهنا، نفس اللي عملته هنا هعمله الناحيه دي نفس الخطوات. منساش بقى ايه، منساش ان انا كمان عندي انجل، قلت لكم ان البليد بيتربط هنا باتنين انجل، واحده مع الويب الاسترينجر واحده مع الويب الكروس جيردر، فمنساش ان انا عندي انجل هنا بقى، ارسمها كده صغيره كده بمسامير برضو مع هنا ومع الويب ده، نفس اللي عملته هنا اعمله الناحيه الثانيه. ده كده اللي هو عايز يشوفه، يعني في السكتش ده عايز يشوف الكونكشن بتاعتك بتاعت اللي بتوين السترينجر والكروس جيردر، وعايز يشوف الكونكشن بشكل اساسي بتاعه اليو بي ان، وعايز يشوف كمان الكونكشن بتاعه الدياجونال، بس الدياجونال عمره ما يظهر لك بشكل واضح يعني، فبلاش نعك في الرسمه، هنرسم بس الكونكشن بتاعته. طيب كان طالب كمان سيكشن بقى، سيكشن اي اي. سيكشن اي ده بقى يوضح لي ايه بقى؟ هتلاقي ان سيكشن اي قاطع لك في السترينجر، وبشكل واضح برضو ان هو هيبقى وضح لك الفيرتيكال ميمبر، لكن الدياجونال ده هيبقى جايب بالميل كده، ففي السكشن ما يظهرش قوي. يبقى سكشن ايه ده موضح فيه بقى عايز ايه، عايز السترينجر، فرسمت 2 سترينجر اللي هما دول، بعد كده عايز الفيرتيكال ميمبر، فرسمت الفيرتيكال ميمبر، رسمته ازاي؟ يو بي ان يا شباب. فلما تيجي ترسم هنا تبص كده وبترسم، يظهر لك خط داش فوق وتحت، وخطين خط قصدي سوليد، اسفه، خط سوليد فوق وتحت، وخطين داش جوه. فانا رسمت خط سوليد ورسمت خطين داش اللي جوه دول، دي كده اليو بي ان. اليو بي ان الكونكشن بتاعتها شكلها ايه؟ متربطه ببليت، اهو البليت اهو متربط معاها بمسامير، البليت ده متربط بانجل يربط معاها ويربط مع الويب بتاع السترينجر، وفي نفس الوقت بعمل ستيفننج للظهر الويب بتاع اليو بي ان، وبحط انجل، والانجل دي قلنا ان احنا بنملاها زي الشطفه كده، ده يعني حوالي من 50 ل 75 مللي ولا حاجه، نص ده. نفس اللي عملته هنا تعمله هنا، هل هيظهر لك حاجه تانية؟ هو مش عايز حاجه تانية، اصل المفروض ان في هنا كونكشن كمان، ان انت يعني توضح الجزء بتاع الدياجونال، بس ما يظهرش في السكشن ده خالص، اللي يظهر هنا هو جزء الفيرتيكال بس بالكونكشن بتاعته. طبعا المسافات احنا عارفينها بقى، ان احنا نبعد 4 سنتي، نبعد انجل، نبعد 1 سنتي بليت، طبعا ما بقولكوش تعملوا كده بعينيكوا، الكلام ده كله بعينيكوا، تحط له هنا المسافه لو معاك حطها، هي معاك طبعا، دي المسافه اللي هي بتوين سترينجر 1.8 من 10 متر، تحطها بدل معاك، اي حاجه معاك اكتبها، قول له ان دي سترينجر، قول له ان دي يو بي ان كذا، قول له ان دي انجل 150، قول له ان دي انجل 80، قول له ان ده بليت 1 سنتي كده، يعني الحاجات دي كلها انت خلاص عارفها، فتكتبها مجرد سكتش وتطلع عليه داتا. ده كده الشباب لو جالنا السؤال السكتش، السؤال سهل مجرد سكتش بايدك انت، بس ممكن تبقى ترجع للجزء ده تاني في السكشن تشوف طلع ازاي بس، وانا بوضحه. طلع بقى تحط ابعادك، انت معاك هنا مثلا ابعاد بتوين الكروس جيردر تحطها، معاك لو معاك الدبس بتاع السترينجر حطه، اكتب له دي سترينجر دي مش عارف ايه وهكذا. يبقى في الاخر الفاينل دروينج اللي عايز يطلع لي ايه، اللي هيطلع لي في الفاينل دروينج يطلع لي بلان زي ما وضحناه، يطلع لي السكشن اللي هو طلبه، يطلع لي السكشن اللي هو بيه اللي هو كان قاطع في الكروس جيردر، فدي كده كروس جيردر اللي هي خط تلاقيه من معمول سوليد عشان تقاطع فيها، ودي كده السترينجر، يطلع لي كونكشن واضحه قوي بتاعت اليو بي ان هنا، يطلع لي كونكشن، ما انساش ان انا عندي كونكشن اصلا بين سترينجر وكروس جيردر. طبعا انا كنت حاطه كمان انها مومنت كونكشن في السلايد اللي فاتت، عادي يعني انت ممكن تكتب له عليها انها شير كونكشن وما تحطلوش اصلا الحاجات دي. ممكن هو يطلبها منك، يقول لك اعمل لي سكتش يوضح لي المومنت كونكشن، فانت مضطر تعمل طبعا البليتات اللي فوق واللي تحت. يطلع لي كمان الكونكشن اللي بتوين الكروس جيردر هنا، فحطيت البليت
البليد ده قلت لكم ان هو بيتربط باتنين انجل، انجل مع دي وانجل هنا مع الويب ده بتاع الكروس جيردر. طبعا ما وضحتش الممبر نفسه لانه مش هيبان، هيبقى عكي وخلاص في الرسمه. ده كده المطلوب في النهايه. كل دي سكتشات بايدك مش اكتر. حد عنده مشكله يا شباب في السترينجر بليسنج؟ تمام يا باشمهندس. ماشي يا شباب، احنا مطلوب مننا، مش مطلوب مننا سترينجر بريسنج، مطلوب مننا بس في الشيت ان احنا نحل اللود اللي على المين جردر والسترينج اكشن بتاعتها. عشان كده بقى انا ما بحبش اشرح السترينجر مع الكونكشن، بحس ان السكشن بيبقى تقيل.